بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ أول محاضرة في الكورس بتاعنا إن شاء الله. هنتكلم فيها عن الـ introduction، يعني زي تفتيح كلام على بيئة الـ NICU إن شاء الله. هنتكلم على الـ NICU environment in general، هنتكلم على الـ history والـ progress notes، الـ medication sheet والـ flow chart، الـ admission والـ discharge criteria. طبعاً إحنا قلنا إن إحنا هنبدأ يعني زي من الاول خالص. احنا البول اللي احنا عملناه على الصفحه كان تقريبا يعني حوالي 70 او 80%، يعني لسه بيبداوا طريقهم، اقل من 5 سنين تقريبا، يعني لسه يا اما مستلمين نيابه يا اما اقل من 5 سنين خبره. فيعني خلينا نبدا من الاول. طبعا في ناس ما شاء الله اكتر مننا خبره على اصلا على الصفحه، ربنا يبارك لهم. اللي عاملين الكورس دوت ان شاء الله طبعا هو الدكتور عبد اللطيف، محمد عبد اللطيف، غني عن التعريف طبعا. ده دلوقتي ام اي سي سبيشالست في كينج عبد العزيز يونيفرستي هوسبيتال في جده، وهو طبعا بيدياتريك سبيشالست في مستشفى الجلاء التعليمي في مصر، وماسترايزد في البيديا. والحمد لله محمد عبد العاطي برضه شغال في نفس المستشفى دلوقتي، كينج عبد العزيز يونيفرستي هوسبيتال في جده، والحمد لله خلصنا الايجيبشن فيلوشيب والاي بي سي ال سي في 2014 والارب بورد في 2016. اول ما نبدا او قبل ما نبدا لازم نفكر نفسنا بالنيه، احنا بنعمل كده ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول: ان الله يحب ان اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. تمام؟ فالمفروض اللي احنا نحاول على قد ما نقدر نتقن العمل بتاعنا اللي احنا شغالين فيه. واحنا كمان يعني بنقدم الكورس ده برضو ك يعني مساهمه بسيطه او كبدايه للشباب اللي لسه بادين طريقهم، علشان يبداوا يحطوا رجليهم على الطريق الصح. واحنا من فضل ربنا علينا اللي احنا شغالين في المجال الطبي، ومش اي مجال طبي، احنا كمان شغالين في اي سي يو، فيعني مسؤولين عن ارواح، وبتفرق معانا في المانجمنت اللي احنا بنعمله، بيفرق في نتائج في ارواح بيبيهات كتير. تمام؟ ممكن يبقى بيبي نازل هايبوكسيك ولا ديبريسد ولا كذا، وبالبروبر مانجمنت يرجع طبيعي خالص ويبقى زي الفل ويكبر وما يبقاش عنده اي كومبليكيشنز بعد كده. فلازم يعني نستحضر النية ديت واحنا رايحين شغلنا. احنا كده كده رايحين وبناخد فلوس عليه وكذا، بس انما الاعمال بالنيات، فمن النيات برضو اللي هي: ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. وبرضو الاجر زيارة المريض، احنا كده كده بنروح المستشفى، فنستحضر برضو النية دي اللي احنا رايحين باجر زيارة المريض. تمام؟ واحنا بنكشف على البيبي. تمام؟ زي ما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة الا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وان عاد عشية حتى يصبح. ففضل كبير جدا جدا، يعني احنا محظوظين اللي احنا شغالين في المجال الطبي، فنحاول نستحضر النيات ديت واحنا شغالين. طيب، احب ابدا بالحتة ديت: هل في اداب لزيارة النيونيت أو البيبي في الحضانة؟ طبعا هي مش بنفس اللفظ أو بنفس المعنى ده اللي هو إيه آداب للزيارة، بس إحنا ممكن بيبقى فيه ستيبس أو فيه خطوات كده بسيطة المفروض إن إحنا نعملها وإحنا بنفحص البيبي وإحنا بنتعامل مع البيبي في البيئه بتاعت ال ان اي سي يو. هتحسن الايه الاوت كام بتاعنا. تمام؟ اللي هو الايه النيورو ديفلوبمنتال اوت كام بتاع البيبي. دايما ما ينفعش ان احنا دايما كتفكيرنا بس يبقى عن الشورت تيرم. تمام؟ البيبي ده دي سيتنج، فاحنا عايزين نعمل له انتيوبيشن او عايزين نحطه على سي باب او نزود الاف اي او 2 او كذا او كذا. لا، انا لازم افكر في البيبي ده كانه يعني لا قدر الله ابني او شيء. تمام؟ ربنا يحفظهم جميعا ابنائنا، بس لازم نتعامل مع الاطفال دول كانهم ولادنا. تمام؟ فلازم نحاول على قد ما نقدر نقدم احسن خدمه ليهم. فاحنا عايزين نتكلم على السبورتيف انفايرمنت في الحضانه. تمام؟ علشان نبروتكت البرين ديفلوبمنت ونمبروف الايه النيورو ديفلوبمنتال اوت كام واللونج تيرم اوت كام على قد ما نقدر، ونحمي الاطفال دي. ففي ستيبس بسيطه خالص احب نبدا بيها قبل حتى ما نبدا نتكلم في اي حاجه في الحضانه، علشان الحاجات دي تبقى في دماغنا واحنا بنتعامل مع الاطفال. فاول حاجه طبعا هنتكلم عنها هو المينيمايزنج الاستريس اند بين. احنا اتكلمنا قبل كده وعملنا محاضره كامله على البين مانجمنت في النيونيت، وقلنا ان ال ان اي سي يو انفايرمنت از ا بينفول اند ستريسفول بروسيدور، سوري انفايرمنت. تمام؟ البيئه ديت بيئه بينفول وستريسفول للنيونيت. طبعا مش بتكلم على الدكاتره ولا التمريض، هي اكيد برضه ستريسفول شويه بالنسبه لنا، بس هي للنيونيت هي بينفول وستريسفول. زي ما قلنا ان الاستيميتد نمبر اوف تاتش، تمام، اللي احنا بنفتح على البيبي الحضانه ونتعامل معاه، الممرضه تغير له الدايبر او تسحب له لابس او مش عارف بلاد جاز او نعمل ساكشن او الدكتور بيعمل اكزامينيشن او كم مره في اليوم؟ 150 تايمز بير داي، يعني تقريبا
كل 10 دقائق حد بيصحيه وبيلمسه وبيحركه. انت متصور حاجه زي كده؟ انت عارف لما انت مثلا ما تنامش كويس تاني يوم بتبقى مصدع ومقريف وما انتش شايف قدامك، تمام؟ فاحنا البيبي برضو المفروض ان احنا نحاول نمينيمايز الاستريس والبين. ازاي؟ اول حاجه الكلاستر اوف كير، اللي احنا نجمع كل الحاجات اللي احنا عايزين نعملها في وقت واحد، مش مثلا دلوقتي نقوم جايين ساحبين له ايه يو اند ايه، وبعد نص ساعه ده دلوقتي وقت البلاد جاز بقى، بعدها مش عارف ايه نعمل ايه، نعمل بقى النيبولايزيشن ده وقت الجلسه وسكشن، وبعدها مش عارف هنعمل كذا. لا، نحاول نعمل كلاستر اوف كير، كل الحاجات تتعمل في نفس الوقت. حتى انا كدكتور لو البيبي ستيبل وكذا مش لازم اعمل له اكزامينيشن الا لما النيرس هتعمل الكير بتاع. ايه تاني؟ البوزيشن، بوزيشننج اوف ذا بيبي، دي حاجه بسيطه جدا بس في منتهى الاهميه، تمام؟ ما ينفعش ان احنا نسيب البيبي البوزيشن بتاعه في الحضانه، سواء عملنا له اكزامينيشن او من غير اكزامينيشن، يبقى زي ما احنا شايفين كده كل لمب في ناحيه وراسه مرميه في ناحيه، يعني زي ما احنا شايفين بالمنظر دوت راسه مايله خالص لناحيه من الناحيتين. فده من الحاجات المضره للبيبي وهتافكت برضه نيورو ديفلوبمنتال اوت كم. امال نعمل ايه؟ نعمل الحاجه اللي اسمها النستنج، تمام؟ نستنج اللي هو العش بتاع العصافير ولا بتاع الطيور، زي ما احنا شايفين كده بكل بساطه حاجه بتبقى حوالين البيبي كده، تمام؟ ممكن نعملها بالملايات، ممكن طبعا في شركات بتعملها جاهزه، بس يعني لو احنا ما عندناش يبقى ممكن بالكوفرتا او بالملايه، تمام؟ نعملها بالمنظر ده وممكن تتحط حوالين البيبي سواء كان في السوباين بوزيشن او في البرون بوزيشن، تمام؟ وطبعا ليها في سكور اصلا للبوزيشن، تمام؟ اسمه الايبات، الانفانت بوزيشن اسيسمنت تول، ده سكور من 12، بيبقى فيه 6 ايتمز، المفروض ان كل ايتم ياخد من 0 ل 2، ولو اكتر من 8 يبقى خلاص البوزيشن كويس، لو اقل من 8 المفروض نادجست البوزيشن. الهيد المفروض ان هي تبقى في الميد لاين، ما تبقاش مايله لناحيه اكتر من 45 درجه، النك تمام تبقى نيوترال وسلايت فليكشن مقبول، الشولدرز الابر ليمز اللور ليمز، وزي ما احنا شايفين كده البوزيشن بتاع البيبي ده بيفكرنا بايه؟ بالبوزيشن بتاعه ان يوترو، تمام؟ هو في ان يوترو اصلا كان وضعه كده، تمام؟ اللي هو واخد الفليكشن بوزيشن وكذا، فهو يعني امنيه حياته اللي هو يرجع يكمل، ما يعني الفتره اللي باقيه له يرجع يكملها في بطن مامته، فاحنا بنحاول نميمك شويه الحته دي، تمام؟ فالبوزيشن مهم جدا، السكين تو سكين والكانجارو كير حاجه بسيطه جدا بس اكستريملي امبورتنت. ليه السكين تو سكين، تمام؟ والكانجارو كير التاتش، لان التاتش طبعا كل الايه كل السنسيشنز بتاعه البيبي اوريدي ديفلوبد زي ما احنا عارفين النيوترو، باستثناء شويه الفيجن اللي هو بيبقى الاكيوتي اوف فيجن بتبقى ضعيفه، تمام؟ افتر بيرث، بس التاتش از يعني ويل فانكشننج، والسميل نفس النظام، التيست البيبي بيشم ريحه مامته، ده من الحاجات اللي ممكن تهديه، علشان كده الانفولفمنت اوف ذا بيرنتس في الكير ده مهم جدا، تمام؟ برضو نفس النظام الساوند، خلاص؟ فالسكين تو سكين مهم جدا. النون نيوتريتيف ساكينج، مش بس النون نيوتريتيف ساكينج بقى، لا، في حاجه اسمها النون فارماكولوجيكال مانجمنت للبين، خلاص؟ برضو يعني ايتمز كتيره جدا اتكلمنا عنها في محاضره البين، تمام؟ ومش هزهق من اللي انا اكرر ان البين مانجمنت ده مهم جدا 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 في الحضانه، تمام؟ لان احنا للاسف بنهمله، يعني ما بناخدوش بعين الاعتبار للاسف، وبنعامل الاطفال المهم اللي انا اعرف اركب اللاين ده، تمام؟ المهم اللي انا اعرف اعمل الانتيوبيشن، إيه لا انا دلوقتي لازم افحص البيبي علشان ما اعرفش هيحصل ايه بقى، عايز بقى اروح انام مثلا ولا، فاهم؟ فالموضوع المفروض ما يمشيش كده. فالنون نيوتريتيف سوري النون فارماكولوجيكال مانجمنت، منها طبعا النون نيوتريتيف ساكنج، منها الساكروز، تمام؟ منها التاكتايل ستيميوليشن، منها ايفن حتى نقط من البريست ميلك بدل الساكروز ممكن برضو تهديه، السوثينج فويس برضو اتكلمنا على ايه قبل كده، على الوايت نويز. احنا النهارده بنفتح بس مواضيع، تمام؟ يعني مش هندخل ديب في اي موضوع معين، بس احنا بنفتح بس المواضيع بتاعه الحضانه. فالسوثينج فويس ده احنا اتكلمنا قبل كده على حاجه اسمها الايه الوايت نويز، تمام؟ الضوضاء البيضاء اللي هي شويه اصوات البيبي لما يسمعها وهو مش جعان وهو مش عايز يغير دايبر هو كذا، تمام؟ فهيهدى خلاص. منها صوت ايه كان طبعا مش محتاجه كلام، صوت مامته، طيب؟ وحتى صوت البلاد فلو اللي كان ماشي فيه الايه في اليوتراين فيزلز، تمام؟ في بطن مامته. طبعا في ابلكيشنز كتيره على الموبايلات دلوقتي للموضوع ده، هل ممكن نستخدمها؟ طبعا ممكن نستخدمها، تمام؟ ممكن نستخدم قران، طبعا برضه ممكن نستخدم قران، هي بيستخدمه
في يمكن بتاع ده حضانات بيستخدم ميوزك سوفت ميوزك او شيء. طيب فالمينيمايزنج ستريس اند بي. طيب بعد كده اوبتمايزنج النيوتريشن مهم جدا جدا، اوبتمايزيشن للنيوتريشن. خلاص مش هنتكلم عن النيوتريشن طبعا عشان هنتكلم عنها بتفصيل ليتر ان شاء الله. الانفولفمنت زي ما قلنا للبيرنتس تمام، في الكير الفاميلي كير تيم، وده مهم جدا ان احنا ندخل الايه الام والاب في الكير، ولازم نعمل سايكولوجيكال سبورت للاب وللام تمام، خصوصا طبعا الام. انتوا عارفين طبعا البوست بارتم ديبريشن والريت بتاعه مش قليل في الامهات خصوصا البرايمز، فما بالنا كمان بقى لو البيبي مولود بدري ودخل حضانه، او مولود علشان مثلا هي عملت شويه مجهود فحصل رابشر ميمبرين فالبيبي تعب فدخل الحضانه، فهي اصلا هتبقى ديبريست تمام، وديبريشن فوق ديبريشن كمان تمام، علشان هي هتلوم نفسها وتقول انا السبب وكذا وكذا وكذا. فالسايكولوجيكال سبورت ده مهم جدا. نسبه البوست بارتم ديبريشن كام في البرايمز؟ 90%، ده في المذرز. في الفاذرز مش فاكر النسبه بصراحه، بس برضو فيه اولموست مش فاكر 20% و25% حاجه زي كده تمام. فوي شود انفولف البيرنتس، وي شود اندرستاند ذير كونسيرنز تمام، ويعني نتكلم معاهم ونفهمهم البلان بتاعتنا هتبقى عامله ازاي تمام، ونقول لهم احنا دايما يعني دايما بنقول للام الحته ديت ان اهم حاجه في المانجمنت اوف ذا بيبي هو انت تمام، هو الملك بتاعك انت خلاص، مش كل اللي احنا بنعمله، اهم حاجه هو البريست ميلك. لازم تحسسها ان دورها مهم قوي، ان السكين تو سكين والكانجارو كير لو هي تيجي وتعمله ده مفيد جدا للبيبي اكتر من اي حد تاني، اي اكتر من اي مانجمنت تاني احنا نعمله. لازم نحسسها بالاهميه ديت خلاص، علشان الاول نساعدها في موضوع الدبريشن، والحاجه الثانيه علشان نساعد برضو الاكسبريشن اوف ذا ميلك تمام، ونفيد طبعا في الاخر البيبي. طيب الكومفورت والكيرنج تاتش تمام، نفس الايه يعني الكلام اللي قلناه في المينيمايز الاستريس، السيف جارد سليب تمام، ما ينفعش اللي احنا دايما الحضانه تبقى فيري نويزي وفيري ولايت شغال على طول ليل نهار وكذا، لا المفروض ان الانفايرمنت تبقى هاديه على قد ما نقدر، بيبقى فيه ساوند ليميت في الحضانات المفروض ما يعديش اكتر من 40 45 ديسيبل ومش عارف ايه، ما ينفعش اللي احنا حتى بيقولوا الراوند نفسه ما نعملوش في الاوضه بتاعت في المحضن علشان ما نعملش دوشه جامده حوالين البيبي، فما بالنا بقى لا احنا ممكن مثلا ايه دكتور ولا ممرضه تحط الموبايل بتاعها على الحضانه تمام، ولما يرن مثلا شوفوا هيبقى الصوت عامل ازاي، والانكيوبيتور نفسها المقفوله دي بتعمل امبليفيكيشن للصوت، فلازم ناخد بالنا من الحاجات البسيطه. انا ما بتكلمش على بروسي على بتاع ده، على امكانيات عاليه وعلى ايكمو وعلى هاي فريكوانسي، انا بتكلم على اي بي سي تمام، حاجات ممكن نعملها في اي مكان، وزي ما قلنا السكين تو سكين ده هنقوله في كل حته خلاص. البروتكشن للسكين سواء بالبوزيشننج او بالجنتل هاندلنج مهم جدا، او اللي احنا نستخدم السوثنج ايه ايجنتس وكذا. طيب فده السبورتيف انفايرمنت اللي احنا لازم نعملها علشان نحاول نحسن الاوت كام بتاع البيبي تمام، ونقلل الاستريس والبين اللي واقع عليه. حد سمع عن الدانين كروجر ايفكت؟ الدانين كروجر ايفكت ده ايه؟ اللي هو واحد لسه بادئ المجال بتاعه ما يعرفش اي حاجه. خلينا نتكلم علينا احنا مثلا في مجال النيوماتولوجي، فاول راح مش عارف دخل حضانه ومش عارف ايه وبتاع، وتعلم يركب كانيولا وعمل انتيوبيشن من 10 مره وبتاع، فحس بقى ان هو ايه طلع من اللي هو ما فيش خالص، ان هو خلاص انا بقيت البروفيسير، انا عارف كل حاجه، انا يعني هات لي اي حاله دلوقتي هقدر امانجها. الحته دي بتبقى زي ما احنا شايفين كده سريعه قوي خلاص، بس اللي هو بس يعرف كلمتين يبقى خلاص ايه يعني هو ملك الدنيا وما فيه. بدا يبقى هبيت، حاسس بقى اللي هو عارف كل حاجه. بعد كده كل ما يتقدم في العمر وكل ما يشوف حالات اكتر وكذا وكذا تمام، يحس لا ده الموضوع ايه، ده الموضوع اكبر بكتير جدا من اللي انا كنت متصوره خلاص، لا ده في حاجات كتيره انا مش عارفها اساسا تمام، في حاجات كتير انا ما اتعاملتش معاها، اللي بتاع ده الكونجينيتال انوماليز الكتيره جدا، اللي ايه الميتابوليك ايشوز، الجينيتيك ايشوز، الدايفراجماتيك هيرنياز، الحالات الصعبه، سيفير هايبوكسيا، كذا كذا كذا. الموضوع ما هوش بس مجرد احط البيبي على بتاع ده على سيباب ولا فنتيليشن ولا اركب له كانيولا وادي له اي في فلويد وازودها 10 كل يوم ولا 15 كل يوم والكلام ده، لا الموضوع اكبر من كده بكتير. فبعد كده مور اند مور يحس لا انا مش نافع خلاص، انا في مستشفى اصلا بتاع ده حكومه،
والدنيا ضايعه ومفيش حد بيعلمنا، انا مش هينفع، انا بفكر اصلا امشي اسيب المجال ده خالص واروح حته ثانيه. لا ده حلو ولا ده حلو، تمام، بس هو ده الكيرف، خلاص ده الكيرف او الايه الايفكت بتاع الخبره في اي مجال. بدا يفهم شويه لما بدا يبقى ياخد خبره اكتر ويشتغل اكتر، يحتك بناس شويه بتفهم ويقرا اكتر، تمام، ويعني يشتغل بايده برضو اكتر، يبدا ياخد الثقه. وبعد كده اخر بوينت هنا اللي هي ايه، صدقني الموضوع صعب، تراست مي اتس كومبليكيتد بس اتس نوت امبوسيبل، خلاص زي ايه، زي الحته دي، خلاص بس زي ما احنا شايفين ان الحته دي تحت الهبيد، يعني برضه ستيل لسه تحت الايه، تحت الليفل اللي هو كان فيه اول ما في الاول خالص لما حس ان هو عارف كل حاجه. فاحنا المفروض نعمل ايه؟ احنا المفروض اللي احنا نتعلم الكورس بتاعنا ده، احنا عاملينه على كبدايه زي ما قلنا لزمايلنا اللي لسه في اول الطريق، تمام، ربنا يوفقهم. ومش معنى كده ان مش معنى ان خلاص بقى انا سمعت الكورس ده يبقى انا خلاص ايه وصلت بقى للمرحله دي، خلاص لا، مش عايزين نوصل للمرحله دي او نقعد فيها كتير، هي كده كده يعني هتحصل طبعا، حصلت لنا كلنا، طيب بس ما نطولش فيها على قد ما نقدر يعني. ونحاول نتعلم ازاي؟ نتعلم الاونلاين دلوقتي مليان مصادر ومليان فيديوهات وحاجات ما شاء الله جميله جدا، والريسيرش مال الدنيا، خلاص. ونحاول برضو نروح مكان مثلا في البلد اللي احنا فيها لو مكان اعلى شويه، او لو واحد زميلنا مثلا خبرته اكتر يساعدنا فيها او كذا او كذا. النقطه الثانيه اللي هي الحته دي، ده الكونفوشيوس ده طبعا حكيم صيني قديم بيقول المعرفه الحقيقيه هي ان تدرك مدى جهلك. يعني ايه؟ يعني لازم تعرف يور ليميتيشنز، نو يور ليميتيشنز، مش لازم ابقى انا عارف كل حاجه، مش لازم ابقى انا اعرف اعمل كل حاجه، لا مش عيب ابدا ابدا اللي انا اقول لا والله ده مش عارف زميلي كذا مثلا هو احسن مني في الحته دي، فانا اكلمه مثلا اساله اخد رايه فيها او كذا. واشتغلنا مع استشاريين كده، استشاري يقول لا والله ده مش عارف مين احسن مني او اتعامل مثلا مع حالات زي كده اكتر مني او كذا، فنكلمه، ايه المشكله، مش عيب. ال 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 الهدف بتاعنا الاساسي هو ايه؟ هو اللي احنا نقدم احسن خدمه ليه؟ البيبي، طيب، مش اللي انا اطلع احسن واحد، خلاص هو ده الهدف الاساسي بتاعنا. فنو يور ليميتيشنز، ما فيش اي مانع ابدا ان انا اخد راي حد تاني، تمام، حتى لو واحد يعني زميلك او كذا، في وحدات مثلا شغاله اكتر نيورو مثلا في حالات النيورو، في حالات وحدات شغاله اكتر في حالات اليورولوجي الهيدرونيفروزز والاوبستراكشن وكذا وكذا، تمام، القلب، حالات القلب. فمش معنى، مش لازم ان انت تبقى عارف كل حاجه. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه في القران؟ وما اوتيتم من العلم الا قليلا. ده بيتكلم على مين؟ على البشريه كلها. فهل انا المفروض ابقى عارف كل حاجه؟ لا، مش المفروض ابقى عارف كل حاجه، تمام، او يعني المتوقع ان انا مش عارف كل حاجه. فما فيش مشكله خالص ان انا اخد راي حد تاني. وزي ما قلنا دلوقتي عندك مصادر للمعرفة لا تعد ولا تحصى، فيعني الموضوع ما ينفعش اللي احنا ناخد المعلومة مسلم بيها كده وخلاص، ومش عارف سين من الناس قال لي ان الموضوع هو هي كده خلاص يبقى خلاص انا همشي عليها. لا، ارجع واقرا وشوف ودور واسال حد تاني، تمام، ما تاخدش المعلومة كده مسلم بيها وخلاص، دور وراها، شوف الموضوع ده صح ولا الموضوع ده غلط. احنا كلنا بنجتهد وكلنا بنحاول نتعلم، طيب، وحتى لو المعلومة دلوقتي صح ممكن بكرة ما تبقاش صح، تمام، ممكن يحصل تشينج زي حاجات كتيره جدا حتى في النيونيت نفسها، يعني زي ما شايفين في الان ار بي مثلا، اخر ان ار بي في تغييرات صح، في تعديلات في الايه، في الخطوات اللي احنا كنا بنعملها ومش عارف الايه، في الميكونيوم اسبيريشن ما عدناش بنعمل روتين ساكشن وكذا. طيب البيراميد ده برضو المفروض طبعا كلكم تبقوا عارفين اللي هو البيراميد اوف ايفيدنس. البيراميد اوف ايفيدنس زي ما احنا شايفين البيز بتاع البيراميد ده هو مين؟ الايديتوريالز والاكسبرت اوبينيون. دايما لما حد مثلا ايه واحد كبير بقى شغال بقاله مثلا 20 سنه ولا 15 سنه، وانا يقول لك انا من خبرتي نعمل كذا، ندي الواد ده مش عارف ايه لازكس وهيتظبط ويبقى زي الفل. فالموضوع دوت شوفوا فين موجود في البيراميد اوف ايفيدنس، في الارض تحت خالص، تحت حتى الكيز ريبورت وتحت الكيز كنترول وتحت كل حاجه. فما ينفعش اللي احنا نقول ايه اللي هو ده خلاص ده خبرتي بتقول كذا، وما فيش حاجه اسمها كده في البيت في الايه في البيراميد او في الايفيدنس بيس ميديسن، خلاص لا، زي ما قلنا لازم ندور ولازم نفهم او نعرف ايه البيست ايفيدنس. البيست ايفيدنس اللي هو مين؟ سيستماتيك ريفيوز، تمام، الار سي تيز، لو في مثلا ار سي تي بتقول لا مثلا ما نستخدمش كذا في حاله الايه، في حاله مثلا كرونيك لانج ديزيز مثلا يعني، خلاص يبقى خلاص، يبقى ده ايفيدنس اقوى من راي مين؟ الدكتور فلان ولا الدكتور علان اللي بيقول لا والله ده مش عارف احنا لو استخدمنا الدواء دوت هيعمل نتيجه. نفهم الايه الترتيب ده مهم جدا، ونعمل زي ما قلنا سيرش على خلصنا المقدمه بتاعتنا،
نأكد تاني زي ما قلنا إن الكورس ده مجرد بداية خلاص للطريق، مش نهاية الطريق. لا، لازم اللي احنا نجوين أي بروجرام عندنا موجود في البلد بتاعتنا. احنا ما شاء الله أعتقد مشارك معانا هنا مش بس من مصر، من كل حتة ما شاء الله، وليبيا برضو ما شاء الله فيها ناس كتيرة جدا بعتوا لي، يعني ربنا يكرمهم جميعا، وحتى اخواتنا في فلسطين ربنا يعينهم. المكان اللي احنا موجودين فيه اكيد فيه ريزيدنسي بروجرامز وفيلوشيب بروجرامز وكذا، نحاول نشتغل، نحاول نروح تمام في المكان دوت ونتعلم. خلينا نبدا بقى في الان اي سي يو انفايرمنت. الصوره دي طبعا عندنا في من المستشفى انا بس. فزي ما قلنا دلوقتي هنتكلم على الان اي سي يو انفايرمنت. ايه الليفلز بتاعت الان اي سي يو شباب؟ احنا عندنا 4 ليفلز في الان اي سي. اول ليفل اللي هو النيرسري تمام، او ليفل 1 اللي هو ايه، اي مكان فيه ولاده المفروض ان العيل اللي هيطلع ده، النيونيت اللي هيطلع، هيروح ايه، هيروح على مكان نعمل له الروتين كير بتاعه. خلاص، ايه هو الروتين كير؟ مش قصتنا دلوقتي ان شاء الله، ممكن في المحاضره اللي جايه ربنا يسهل هنقولها مع نيوبورن اكزامينيشن غالبا الدكتور عبد اللطيف ان شاء الله. فده النيرسري كير العادي خالص تمام، لو بيبي مولود وما فيش فيه مشاكل واموره كويسه وبيرضع كويس سكره كويس كل حاجه تمام، يبقى هيروح الايه، هيروح النيرسري، وبعد كده يروح ليه الام على حسب الايه، على حسب البوليسي بتاعت المستشفى. في ليفل 1 ده ان هو النيرسري ممكن يتحط على فوتو لو حاجه بسيطه يعني كده، ياخد انتي بايوتيك بسيط على حسب برضو البوليسي بتاعت المستشفى، مسموح ولا مش مسموح خلاص. فده الايه، النيرسري ليفل 2. ليفل 2 اللي هو الليفل اللي اعلى شويه من النيرسري بس اقل من الانتنسيف كير اللي احنا عارفينها بقى خلاص. فليفل 2 ده بيتعامل مع الحالات السيمبل شويه خلاص، اللي هي مثلا حاله ريسبيراتوري ديستريس على بسيط كده، وتتحط على سيباب وامورها هتعدي، عايزه شويه اي في فلويد، عايزه شويه اللي في فيدنج انتوليرانس، هتاخد وقت شويه لغايه ما تظبط، ما تتظبط خلاص. فده ايه، اسمها ليفل 2. ممكن تتعامل في الـ في الـ تتعامل مع حالات لغايه 32 اسبوع. احنا بنتكلم على المودريت بري تيرمز، طيب يعني الليت بري تيرمز والمودريت بري تيرمز تمام، وممكن حتى لو البيبي ده محتاج فنتيليشن يتحط على فنتيليشن خلاص، بس فور ا شورت تايم لغايه ما نحوله لمكان ادفانسد اكتر خلاص. يعني دي ممكن نقول عليها زي في مصر مثلا زي المستشفيات المركزيه كده خلاص، اللي هي بتبقى ستيب اعلى من الوحدات الصحيه واقل من المستشفيات العامه. فدي تعتبر ليفل 2. ليفل 3 اللي هي بقى انتنسيف كير. انتنسيف كير فيها كل بقى الايه، الحاجات اللي احنا عارفينها في الاي سي يوز بوجه عام، فنتيليتورز انكيوبيتورز تمام، طبعا لازم مونيتورز، لازم اي بي فلويدز وتي بي ان وايميجنج وكذا وكذا تمام. يبقى فيها كل الايه، فيها كل التفاصيل ديت، هي ليفل 3 تمام، تتعامل مع البيبي حتى الاكستريم بريمي او كذا او كذا. امال ايه ليفل 4 دي؟ ليفل 4 اللي هي الليفل بقى اللي بتتعامل كمان مع حالات الايه؟ الجراحات تمام؟ الجراحات بوجه عام، سواء كانت جراحه اطفال، سوري بيديا سيرجري، يعني زي مثلا حالات نك، حالات مش عارف ايه تمام؟ حالات يورولوجي زي ما قلنا مثلا لو في بي او في وابستراكتد يوروباثي او كذا، طيب حالات نيورو زي بتاع ده الميلومينينجوسيل، هيدروسيفالس، وات ايفر، حالات كاردياك خلاص، الحاجات دي ايه؟ كلها. فديت الليفلز بتاعت الايه، الان اي سي زي ما احنا شايفين كده في الصوره اللي فوق ديت، دي الوحده بتاعتنا خلاص، اللي هي الحضانات اللي هي في نفس الغرفه، وبينها طبعا لازم يبقى في بينها مسافه يعني 3 متر تسمح بالحركه وتسمح بالحاجات اللي تتحط حواليها خلاص. لازم كل حضانه طبعا ليها مونيتورز، لازم يبقى فيه فنتليتور، او يعني اتليست يبقى فيه فنتليتورز في الوحده، مش لازم كل حضانه يبقى ليها فنتليتور بتاعها خلاص. وزي ما قلنا اللي فيه محاليل، وطبعا فيه النيرسز وكذا. الصوره اللي تحت دي صوره اسمها ايه، اللي هي بتاعت ايه، بتاعت السنجل روم ان اي سي يو، اللي هي بتبقى كل حضانه في اوضه، وطبعا ديت ممتازه. وطبعا 1 تو 1 النيرسنج كير هنا بيبقى 1 تو 1، يعني هي النيرس قاعده مع البيبي ده تمام، وبتعمل له الكير بتاعه بس في وجود اهله خلاص. فدي طبعا حاجه ممتازه جدا للايه، الاهل، وحاجه ممتازه برضو للبيبي، لان طبعا اكيد اكيد الكونتاكت هنا هيبقى ايه، هيبقى اكتر من مثلا إيه ما الام تيجي تزور مره وتمشي خلاص، ده قاعده معاه على طول هي او ابوه او كذا تمام. فطبعا هيبقى في كونتاكت اكتر زي ما قلنا قبل كده، اللي هي البروتكتيف انفايرمنت دي هنا هتبقى متحققه بصوره احسن. الصوره دي زي ما احنا شايفين كده، البيبي ده كان ماشي على كميه انفيوجنز فظيعه جدا، محطوط على مونيتورز بري وبوست، كان محطوط هنا على هاي فريكونسي فنتيليشن، وواصل بيه الاي ان او علشان بي بي اتش ان، وده طبعا الايه تي بي ان، كل حضانه بيبقى ليها الايه السماعه بتاعتها، واللايف فلويد بتاع ده هولدر خلاص، والسورس اوف لايت لو هنركب حاجه او بتاع، واللي فوق دوت اللي هو الكفر علشان الايه اللايت خلاص. خلصنا اول حاجه الان اي سي يو انفايرمنت وعرفنا الليفلز بتاعتنا. نبدا دلوقتي هنتكلم على الهيستوري
والبروجريس نوتس، ايه الهيستوري اللي المفروض نكتبه في حاله النيونيت. طبعا اول حاجه هنتكلم على الايتم سريعا، اول حاجه الدي او ال. دي او ال ده اختصار ايه؟ الدي اوف لايف. طيب دي اوف لايف، لو حد بيعرف ماجازينز اجنبي او حاجه في مجلات هيلاقي الاختصار ده على طول موجود، دي اوف لايف خلاص، او دي كذا اوف لايف اللي انتوا عايزينه يعني، بس هو دي اوف لايف ده اختصار معروف. بعد كده السكس بتاعنا، هل هو ميل ولا فيميل ولا امبيجوس جينيتاليا يعني انون سكس. بعد كده الجستيشنال ايج، وزي ما احنا شايفين هنا طبعا جستيشنال ايج يا بري تيرم يا تيرميا بوست تيرم، بس البري تيرم نفسه ليه تقسيم، يعني في ليت بري تيرم من 34 ل 7 لاقل من 37، مودريت بري تيرم من 32 ل 34، الفيري بري تيرم من 32 ل 28، وبعد كده الاكستريم بري تيرم اللي هو 28 وزن. طبعا البيرث ويت زي ما احنا عارفين برضو لو بيرث ويت وفيري لو بيرث ويت واكستريملي لو بيرث، وحتى الفول تيرم نفسه مش كله زي بعضه، مش واحد 37 زي واحد 40، لا 37 اسبوع ده اسمه ايرلي تيرم، 37 38 ده اسمه ايرلي تيرم، هل زي 39 و40 اسبوع؟ لا مش زيه. احنا يعني زمايلنا دكاتره النساء في منهم ايه، اول ما البيبي يوصل 37 اسبوع يدخلوه على طول بقى نعمل ايه؟ نعمل سكشن علشان بريفيوس سكشن، ولا علشان ما اعرفش كونتراكشنز، ولا الايرلي تيرم ديليفريز ليها كومبليكيشنز بتاعتها، مش فول تيرم، ده مش فول تيرم بيبي، الريت اوف ايه تي تي ان اعلى بكتير، الجومبس اعلى كذا تمام. فالمفروض ان احنا نستنى لغايه الفول تيرم اللي هو 39 و40 طبعا، والبوست تيرم بعد 42. طيب امال ايه البي اي ام ايه او الكوركتد ايج؟ هل انا ماشي بسرعه ولا الدنيا كويسه؟ يعني انا بتكلم بسرعه علشان مش عايز المحاضره تفتح مننا، الوقت بتاعها ما يفتحش مننا. طيب البوست مينسترال ايج او الكوركتد ايج يعني ايه؟ البيبي ده جالي مثلا بيبي 30 اسبوع ودلوقتي عنده 21 يوم، يعني الكرونولوجيكال ايج بتاعه كام؟ 21 يوم، يعني 3 اسابيع. يبقى الكوركتد ايج بتاعه او البوست مينسترال ايج بتاعه كام؟ ها الجيستيشنال ايج بلس الكرونولوجيكال ايج، يعني 33 اسبوع. دي مهمه، مهمه جدا. ده عنده 21 يوم وكان مولود 30 اسبوع، فدلوقتي 33 اسبوع. طب خليها اكتر شويه، خليه مثلا دلوقتي عنده 35 يوم وهو كان مولود 30 يوم، 30 اسبوع سوري. طيب وعنده 35 يوم، يبقى الكوركتد ايج بتاعه دلوقتي كام؟ 35 اسبوع. 35 اسبوع يعني ستيل بري تيرم، مش بس نيونيت، ده ستيل بري تيرم خلاص، مفهوم الحته دي؟ يبقى الكوركتد ايج او البوست مينسترال ايج ده في منتهى الاهميه. علشان ايه؟ علشان نبقى عارفين احنا بنتعامل دلوقتي مع ايه؟ مش هقول اللي ده بيبي شهرين مثلا، عنده شهرين فخلاص بقى المفروض اللي هو ياخد محاليل على زي الانفانسي وبتاع، لا الموضوع ما هوش كده، ولازم في الديفلوبمنت بيفرق. ده البيبي ده مثلا عن شهرين المفروض يبقى فيه شويه هيد سبورت وبتاع، هنا طبعا مش هيعمل هيد سبورت، ده لسه حتى ما بقاش فول تيرم. مفهوم الحته دي؟ الحته دي مهمه قوي، البوست مينسترال ايج او الكوركتد ايج خلاص. ولو تتكتب طبعا في الهيستوري ده ممتاز جدا. البيرث ويت بتاعه كان كام؟ المود اوف ديليفري كان مولود طبيعي ولا قيصري؟ ولو مولود قيصري ليه؟ المفروض يعني ان القيصريات يبقى ليها سبب ماشي، مش اللي هي ابون ايه دكتور يعني ديزاير. او اسيستد ديليفري ممكن يبقى اسيستد نورمال فاجينال ديليفري تمام، سواء ببنتوز سواء بفورسبس وات ايفر، فبرضه كان ايه السبب؟ ها البيبي كان ديستريسد مثلا وخايفين، ولا يعني فيلير تو بروجريس، ولا كذا ولا كذا. ها خلاص الدنيا ماشيه ماشيه. البيبيز هيستوري، الابجر بتاعنا كان كام؟ الدليفري كومبليكيشنز اف اني، لو البيبي ده مثلا طالع بفنتوز ودماغه بقت دماغين، عنده ايه هايدرو بتاع ده، عنده سيفال هيماتوما او عنده كابوت او حاجه. طيب الايد اليمين ما بتتحركش كويس، ها كذا. الريسسيتيشن نيدد، ها البيبي ده لو عملنا له ريسس عملنا له ايه بالظبط؟ هل احتاج مثلا بي بي في، ولا احتاج انتيوبيشن، ولا احتاج شيست كومبريشن، ولا ايه الريسسيتيشن بالظبط اللي اتعمل؟ والترانسفير ايفنتس، البيبي ده لو اتنقل تمام، اتنقل من ال دليفري روم لغايه الان اي سي يو، اتنقل ازاي؟ اتنقل سبورتد ولا ان سبورتد؟ تفرق؟ اه تفرق جدا تمام، هنتكلم على الحاجات دي بالتفصيل في قدام. بس لو اكستريم بري تيرم مثلا، ده لازم يتنقل سبورتد، لازم يتنقل على سيباب لو ما كانش فنتليت، لو ما كانش انتيوبيتد اوريدي. طيب مش شرط طبعا يبقى انتيوبيتد، مش عايز ادخل في تفاصيل. يبقى الترانسفير اتنقل في بورتابل انكيوبيتور، بمعنى ان التمبريتشر مينتيند ولا لا؟ لو ما اتنقلش في بورتابل انكيوبيتور ممكن لما يوصل الحضانه تبقى حرارته 35، طيب لما يوصل ان اي سي يو حرارته تبقى 35، فنلاقيه موتلد سكن، ولو عملنا جاز هتبقى ميتابوليك اسيدوزز بلا بلا بلا، بس علشان التمبريتشر. يبقى الترانسفير نفسه مهم جدا، والايفنتس اللي حصلت لازم تبقى نبقى احنا عارفينها تمام. ايه لو لا قدر الله حصل حاجه، لو كان انتيوبيتد مثلا والتيوب اتشالت في الطريق او كذا تمام، لا الايه الايفنتس دي كلها برضه تتكتب في الهيستوري. بعد كده المذرز هيستوري، الجرافيدا كام برا كام، الانتي نيتال كير كانت متابعه مع حد ولا مش متابعه، عندنا ولا في اي مكان تاني، يعني بوكت في المستشفى اللي انت فيها ولا بره. ريسك فاكتورز ديورنج ذيس بريجنسي، كان عندها اي حاجه في البريجنسي ده زي وات ايفر بريكلامسيا سكر وات ايفر. ايه تاني؟ الميديكيشنز كانت ماشيه على اي ميديكيشنز، هيستوري اوف ابورشنز،
complications in previous pregnancies، لو كان في قبل كده في اي حمل تاني كان حصل مشاكل، الهيستوري اوف بروبلمز ان بريفيوس اوف سبرينجز، تمام، لو عندها اطفال قبل كده حصل لهم اي مشاكل برضه نبقى عارفينها، وطبعا الكونسانجوين. واخر حاجه في الهيستوري الايفنتس، الاونست اوف سيمتومز. البيبي ده هيدخل لك الان اي سي يو منين؟ من حته من ثلاثه، يا اما من الدليفري روم، طيب، يا اما من النيرسري، يا اما من الاي ار. الدليفري روم مولود معاك والبيبي انستيبل لاي سبب ان كان، هنقول ادمشن كرايتيريا، يبقى هتنقله على طول على الان اي سي. في النيرسري البيبي كان مولود كويس وزي الفل وما في محتاجش ريسوسيتيشن، ابجر بتاعه كويس، فوديناه مين؟ النيرسري. هناك في النيرسري حصل ايفنت، ازرق، اتشنج، السكر بتاعه وقع، وات ايفر بقى اللي حصل، ايه الايفنت اللي حصل علشان تجيبه الحضان الان اي سي يو، تمام، يتكتب الايه الايفنت ده. او لو جاي من الاي ار، تمام، نفس الكلام كده، كان مولود كويس ومش عارف ايه في مستشفى عندنا ولا بره، حصل مثلا في اليوم السادس بدأ يبقى موتلد سكن وليدرجيك وبور اكتيفيتي وفوميتنج وبلا بلا بلا، يبقى الايفنت اللي حصل علشان يدخل الايه يجي عندنا الحضانة. ده مثال مثلا للهيستوري، الايتمز اللي احنا قايلينها انا كاتبها برضو، واخدها سكرين شوت هنا هي عشان يعني برضو نفتكرها ونمشي مع بعض. دي اوف لايف 5 بيبي بوي فيري بريتيرم 30 ويكس، تمام، بلس 1 day زي ما قلنا بتتكتب 1 over 7 weeks. ال corrected age بتاعنا هنجمع ال chronological age 5 ايام بلس ال gestational age اللي عندنا 5 ايام، هنضيفه على الواحد يبقى 6 ايام، يبقى 30 اسبوع و6 ايام. ها الوزن بتاعه دكتور؟ الوزن بتاعنا كذا، emergency cesarean section في المستشفى عندنا علشان premature، sorry premature rupture membrane prolonged premature rupture membrane، بتتكتب بي بي prolonged premature prolonged، تمام، يعني اكتر من 16 ساعه او 18 ساعه، بريماتيور يعني ايه قبل ايه قبل ال 37 اسبوع. وفي ديسيلريشنز الابجر بتاعنا كان 5 and 8 at 1 and 5 minutes respectively. البيبي نيدد بي بي في فور 2 minutes during resuscitation then transfer to the NICU on CPAP inside the portable incubator. Temperature was maintained during transfer. قصه التمبريتشر دي مهمه جدا 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 يا دكاتره، طيب، يعني دايما نركز عليها وتبقى في دماغنا اللي احنا نحاول نحافظ على التمبريتشر بتاعه البيبي في الدليفري روم او في الاو ار، لو كان في الاو ار في الترانسفير، تمام، نحاول على قد ما نقدر التمبريتشر ده في منتهى الاهميه خصوصا لو بيبي بريتن. بعد كده المذرز هيستوري، جرافيدا 5 بارا 3 بلس 1 30 يير اولد بوكت ماذر، يعني كانت متابعه عندنا اوريدي، اي دي ام اون انسولين، انفانت دايابيتيك ماذر اون انسولين وذ هيستوري اوف ليكينج فور 1 ويك، hypothyroidism during pregnancy ماشي على thyroxine with history of cholestasis during the previous pregnancy وهير first offspring had congenital heart disease and died 3 weeks after birth، ما كانش عندنا فما نعرفش الهيستوري وطلبنا منها ريبورت، ومات بعد 3 اسابيع من الايه من الولاده، يبقى احتمال ان البيبي ده برضه يبقى عنده مشكله، وارد، بس طبعا congenital heart مش من الحاجات الايه يعني اللي ليها hereditary pattern كتير، غالبا بتبقى ايه spontaneous يعني او كده. نيجاتيف كونسانجوين، خلاص، يبقى ده الهيستوري بتاعنا ودي الايتيمز بتاعتنا، واللي عايز طبعا الايه البرزنتيشن بعد المحاضره مفيش مشكله ان شاء الله. بعد كده هنكمل، خدنا هيستوري، البروجريس نوتس بقى بتتكتب ازاي؟ سواء انت بتكتب بروجريس نوتس ورقي زي كده مثلا التذكره المصريه او كمبيوترايزد، تمام، يعني الكلام بيبقى على السيستم، تمام، على الكمبيوتر يعني، فالمفروض ان انت بتكتب دايما دايما ايه نوتس، بروجريس نوتس للبيبي، وممكن تكتب اكتر من مره في اليوم على حسب البوليسي بتاعت المكان اللي انت شغال فيه. هنكتب بقى ايه الايتيمز بتاعت الايه البروجريس نوتس. اول حاجه الهيستوري وخلصنا منه واتكلمنا عنه، مش هنرغي فيه، مش هنتكلم عنه تاني، ماشي. بعد كده البروبلم ليست، ايه ايه المشاكل اللي عند البيبي ده. بعد كده الاكتيف ايشوز، هل في حاجه حصلت في اخر مثلا 12 ساعه، حصلت امبارح في الانكول، اكتيف ايشوز يعني حاجه حصلت يعني جاست ريسنتلي، خلاص دي حاجه محتاجه لايه، محتاجه مثلا تتابع او كذا. بعد كده الاكزامينشن، والاكزامينشن بتاعنا هنمشي سيستم سيستم. جنرال اول حاجه جنرال، لو في اي حاجه جنرال كده في البيبي، البيبي مورم مثلا، البيبي عنده كونجنيتال انوماليز مأثره على اكتر من سيستم، طيب اي حاجه، ها واخده يعني حاجات كتير. سي ان اس، بعد كده بقى نمشي سيستم سيستم، سي ان اس الاكتيفيتي بتاعت البيبي كويس ولا هايبو اكتيف ليدرجيك مش عارف ايه بتاع، هل في ابنورمال موفمنتس، ولو في ابنورمال موفمنتس ماشي على انتي كونفالزنس ولا لا. الهيد سيركمفرنس بتاعنا مهم جدا، البيبي ده الهيد سيركمفرنس بتاعه ساعه الولاده ودلوقتي كام، والزياده اخبارها ايه، ممكن جدا ايه هيبقى مثلا بيحصل له هيموريج جوه وما حدش ياخد باله، تمام، الا من الهيد سيركمفرنس اللي هو كل شويه بيزيد، لسه الفونتانيل مثلا ممكن ما تبقاش فل قوي او بتاع، الهيد سيركمفرنس مهم قوي. السيديشن، لو البيبي ده مثلا هايبوكسيك مثلا ومحطوط على هايبوثيرميا او وات ايفر وماشي على سيديشن، او بوست اوب ماشي على سيديشن، مهم جدا يبقى مكتوبه.
البرين ايميجنج لو عمل اي ايمج ار بعد التراساوند او سي تي ام ار اي وات ايفر ذا كوز لازم برضو تبقى مكتوبه والريزلت بتاعها والفولو اب لو محتاجين فولو اب. والار او بي، الار او بي اختصار ايه؟ الريتينوباثي اوف بريماتيوريتي، دي مهمه جدا. ولو انديكيتد البيبي ده انديكيتد اللي هو يعمل الفحص قاع العين فلازم برضو يتكتب. لو عملوا نكتب النتيجه والفولو اب، لو ما عملوش يبقى نكتب هيعملوا امتى. تمام، وبرضه هنتكلم على التفاصيل دي ليتر ان شاء الله. بعد كده كارديو فاسكولار، الهيموداينامك كونديشن، الهارت ريت بتاعه كامل، بلاد بريشر، هل في ميرمرز ولا ما فيش ميرمرز. بعد كده الانوتروبس لو ماشي على انوتروبس ماشي على ايه والجرعات بتاعتها ايه، اللاينز لو مركب لاينز خلاص، وسنترال ولا بريفرال لاينز، ولو عامل ايكو ايه الريزلت بتاعته ولو محتاجين له فولو اب للايكو او حاجه. ريسبيراتوري ايه السبورت اللي هو عليه في ميكانيكال فنتيليشن، لو ميكانيكال فنتيليتد يبقى السيتنجز ايه، لو سيباب نون انفيسيف يبقى برضه الارقام بتاعته اللي هو محطوط عليها ايه، لان نزل كانيولا نفس النظام. الاير انتري بتاعه اخباره ايه، هل في ساينز اوف ديستريس ولا البي ماشي كويس. بلاد جازز، ها لو عامل ريسنت بلاد جازز، وبرضه نفس النظام اللي ايه الامجنج بتاعتنا وساتوريشن بتاعه. جي اي جي يو، جي اي اختصار ايه، جاسترو انتستينال اللي هو الجهاز الهضمي، والجي يو اللي هو جينيتو يورينري اللي هو الايه جهاز الكلى. تمام، والاي في فلويد والحاجات دي كلها. الجي اي جي يو هنكتب ايه الحاجات المهمه، الفيدنج الاماونت والتايب والروت. لو بياخد فيدنج بياخد وصل لكام دلوقتي فيدنج، ايه نوع الفيدنج اللي بياخده، بياخد اي بريتيرم فورمولا، فول تيرم فورمولا، اي بي ام، هاي كالوريك. ها الروت بتاعنا ايه، بياخد ايه الروت بتاعه، هل هو بي او ولا بياخد ان جي تي ولا وات ايفر. التي اف اي يعني ايه، تي اف اي توتال فلويد انتيك الاماونت اند تايب. ها البيبي بياخد مثلا حليل على 100 مللي بير كي جي، بياخد ايه دي 10 ويت اديتيفز ماشي، بياخد نيومنت لو في مصر الحاجات ديت لسه ماشيه، ما اعرفش الصراحه انا سبت مصر من زمان. بياخد تي بي ان، طيب ماشي على تي بي ان، يبقى ايه الاماونت بتاعتنا والنوع الايه المحاليل اللي هو ماشي عليه. الابدومينال كونديشن، هل الابدومين ديستندد، هل في اورجانوميجالي، مش عارف ايه الحاجات دي كلها. الكرنت ويت علشان برضو مهمه قوي، الارقام بوجه عام في اي اي سي يو مهمه، طيب اي ارقام مهمه خلاص، الوزن، اليورين اوت بوت، اللي مش عارف ايه كم مره ستول، مش عارف الحاجات دي كلها مهمه دي. طب الجي اي ار طبعا اللي هو البلاد شوجر، اي ارقام مهمه. الفلويد بالانس في منتهى الاهميه، طيب اليورين اوت بوت برضو مهمه قوي. الباول سوري الباول اوبننج كم مره عمل ستول، البلاد شوجر تمام، ونحسب الجي اي ار لو في يعني فلات، لو في ابنورماليتي في البلاد شوجر بتاع عند البيبي ده، لو هايبو جلايسيميا او هايبر جلايسيميا لازم نحسب الجي اي ار. الجي اي ار اللي هو ايه الجلوكوز انفيوجن ريت، الجلوكوز انفيوجن ريت اللي هو المفروض يبقى كام، اللي هو بنحسبه بالمعادله اللي هي كونسنتريشن ريت على 6 في البادي ويت، كونسنتريشن اوف الديكستروز في الاي في فلويد اللي احنا بنديها في ريت، الريت بتاع المحاليل على 6 في البادي ويت. تمام، على 6 في وزن الايه، في وزن البيبي. طيب الجي اي ار مهم جدا، المفروض ان الجي اي ار بيبقى الافريج بتاعنا كام، من 4 ل 6 في الفول تيرم، من 6 ل 8 في البري تيرمز. ممكن نحتاج جي اي ار اعلى من كده طبعا في حالات كتير، في حالات الهايبوجلايسيميا وممكن نحتاج اعلى من كده. هل مقبول ان احنا ندي جي اي ار اقل من كده؟ لا مش قوي خلاص، الا في اكسبشن واحد مش قصتنا دلوقتي عشان ما ندخلش فيه تفاصيل الحاجات ديت. طيب بس المفروض ان احنا ما نديش جي اي ار اقل من 4، لان الجلوكوز ده هو الايه، هو الفيول، هو البنزين بتاع مين، بتاع سي ان اس، بتاع البري خلاص، فانت ما تديش اعلى من كده. طيب لو سكره اصلا عالي هنعمل ايه، ادي انسولين. تمام، لو سكره بيرزيستنتلي هاي تمام، ما تنقصش الجي اي ار، ما تنقصش، ما تديش، ما تمشيش على ديكستروز 5%، ادي انسولين خلاص لو بيرزيستنتلي هاي. اني واي ده مش موضوعنا دلوقتي. بعد كده برضو لو في ايمجنج اتعملت الاكس راي ولا الترا ساوند ولا غيره برضو تتقال ايه في الموضوع. الاي دي بتاع ده الانتي بايوتكس اللي هي الانفكشس ديزيز، يعني الانتي بايوتكس ماشي على ايه، لو في اي انتي بايوتكس وماشي عليها بقى له كام يوم، والبلان كام، يعني مثلا ماشي على دي 3 مثلا اوت اوف 7، البلان اللي احنا هنمشي على 7 دايز مثلا او طبيب، يبقى نكتب هو بدا الانتي بايوتكس ديت امتى، والبلان اللي احنا نكملها قد ايه لو في بلان، يعني لو لسه ويتنج مثلا للكالشر خلاص ما فيش مشكله، بس شود بي ريفايز ديلي. بعد كده اللابس، الريسنت لابس او في لابس مهمه، والميديكيشنز. فده الايه، كل احنا كل ده فين في الاكزامينشن، يبقى سيستم سيستم زي ما قلنا كده. بعد كده اخر حاجه في البروجريس نوتس بعد الهيستوري والبروبلم ليست والاكتيف ايشوز والاكزامينشن، الايه الامبريشن والبلان. الامبريشن بتاعنا البيبي ده كذا 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 كذا، البلان بقى بتاعتنا هنعمل له ايه، ايه البلان الجديده بتاعت النهارده، وبرده سيستم سيستم تمام، ما فيش فيها مشكله. طيب قبل ما نقول المثال، هل في اي حاجه مش واضحه، الاي دي اللي هو الانفكشس ديزيز اللي هي الانتي بايوتكس. طيب الانتي بايوتكس
يعني تتحط لوحدها. الانتي بايوتكس ده موضوع كبير جدا، وللاسف في مصر يعني اعتقد ان الانتي بايوتكس الموضوع مفتوح قوي هناك، يعني بنمشي العيال على انتي بايوتكس فور فيري لونج تايم وانسيسرلي ومن غير اي بتاع ده، من غير اي انديكيشنز، من غير اي بوزيتيف كالتشرز او كذا. فالاي دي مهم جدا. البيبي ممكن يبقى في الان اي سي يو ومش ماشي على انتي بايوتكس. اه والله ممكن خلاص، ممكن يبقى مركب لاين ومش ماشي على انتي بايوتيك. اه ممكن خلاص، بس زي ما قلنا لازم يعني لازم كل يوم نراجع الكلام. دي المعادله الخاصه بالبلاد شوجر اللي هي الجي اي ار، والله كنت نسيت اكتبها معلش هنا في البرزنتيشن، اللي هي كونسنتريشن اوف الدكستروز يعني في الايه في الاي في فلويد تايمز الريت اوف اي في فلويد على 6 في البادي ويت لسهوله الايه بالظبط اللي الدكتوره فاطمه الله يكرمها كتبتها. طيب كونسنتريشن في ريت على 6 في البادي ويت، وقلنا ان الافريج او الرينج اللي احنا عايزينه اللي هو كام، من 4 ل 6 في الفول تيرم ومن 6 ل 8 في البري تيرم. امتى؟ مش عايزين ندخل في الهايبوجلايسيميا بالتفصيل حاجات التفاصيل لان ده كله جاي بعد كده. وفي محاضره كامله للاي في فلويد ومحاضره كامله لل بتاع ده الجلوكوز هوميوستاسيس ان شاء الله. الريت اوف اي في فلويد ولا ريت اوف ديكستروز، دي حته برضو كويسه بس هي المفروض ان هي ريت اوف ديكستروز. تمام ريت اوف ديكستروز، وان كان لو في انترا ليبت في المحاليل فده برضو بيعلي شويه السكر. طيب يعني مش هتفرق كتير. نكمل وبرضو نخلي الاسئله ايه نكمل نشوفها في الاخر ان شاء الله. فده مثال للايه للبروجريس نوتس زي ما قلنا الهيستوري اتكلمنا عنه قبل كده. البروبلم ليست مثلا بتاعت البيبي ده اللي هو فيري بري تيرم 30 ويكس بلس 1 دي بوست ماستر مش عارف ايه الفيري لو بير ويت والاي دي ام ايكو نورمال. الاي دي ام ده قصه برضه كبيره قوي فيها البيبي الانفنت اوف دايبيتك ده عرضه لمشاكل كتيره جدا وياما شفنا منه بلاوي. الايكو نورمال الار دي اس ريسيفد 1 دوز اوف سيرفانتا فيا انشور. طبعا في كلام كتير هيبقى مش واضح بس انا قصدي احطه علشان احنا قلنا بنفتح كلام مش اكتر في المحاضره دي. ستيل اونيزال بابل سي باب نيونيتال جوندس ريسيفد فوتوثيرابي فور 2 دايز اللاست توتال بيليروبين كان 7 لاينز بيلو فوتو. البلاد البيبي بلاد جروب بي بوزيتيف والمذر بلاد جروب بي بوزيتيف والدي سي تي نيجاتيف. الدي سي تي ده اختصار الكومز تيست. سيبسيز رولد اوت. طيب يبقى ديت البروبلم ليست بتاعت البيبي ده. هل في اكتف ايشوز؟ هل حاجه حصلت له امبارح النهارده مش عارف ايه؟ الاكتف ايشو اون بروتوكول فيدنج، يبقى لسه ماشيين على بروتوكول فيد. اي بي ام ده اختصار ايه؟ اكسبريس بريست ميلك. تمام اكسبريس بريست ميلك. لو هتحارب عشان حاجه واحده بس في النيونيت جنرال حارب عشان البريست ميلك. توليريتد سو فار يبقى هو لسه على بروتوكول فيدنج. تمام ربنا يسهل ويتوليريت ما يحصلوش مشاكل بس ده ستيل اكتف ايشو. يوم 10/1 الساعه كذا البيبي هاد كويري ابنورمال موفمنتس in the form of uprolling of the eyes, sucking movements loaded by phenobarb 20 ملي بير كي جي, full septic done and antibiotics started. يبقى ده اكتف ايشو حصل امبارح مثلا غالبا، يعني النوت دي مكتوبه النهارده مثلا يبقى امبارح خلاص الساعه كذا، يعني ده during اللون كول بالليل البيبي حصل له abnormal movements in the form of uprolling of the eyes and sucking movements اللي هي يعني زي subtle convulsions if it was convulsions. طيب ممكن ما تبقاش convulsions، طبعا ممكن ما تبقاش convulsions برضه مش هندخل في التفاصيل دلوقتي خالص. تمام الكلينيكال convulsions ديت النسبة اللي هي تبقى صح كام في المية؟ 50%. طيب يعني ممكن جدا ما تبقاش اصلا ايه ما تبقاش convulsions اساسا. تمام لو ما هيش proved بالاي جي. طيب المهم فاحنا قلنا احتمال تبقى كونفالجنز ولودد باي فينوبارب، خد فينوبارب واتعمل له فول سيبتيك سكرين. البعبع بتاعنا في الحضانه اللي هو ايه؟ السيبسس. تمام مش بس في الحضانه في اي اي سي في اي اي سي، فلازم ايه اي حاجه تحصل للبيبي لازم نفكر في سيبسس. ممكن السيبسس هو اللي خلاه يتشنج، ممكن السيبسس هو اللي وقع له السكر بعد ما كان ماشي كويس، ممكن السيبسس اللي خلى الريسبيراتوري سبورت يزيد، فلازم دايما في دماغنا سيبسس خلاص لازم. ونبدا هنا بقى هنعمل سيبتيك سكرين ونبدا انتي بايوتيك ما عنديش مشكله. بس البيبي مثلا كان عنده 7 ايام دلوقتي ولا عنده 5 ايام ولا 6 ايام وخد انتي بايوتيكس اول يومين تمام او 36 ساعه كمان في بعض المستشفيات ومفيش كالتشرز بوزيتيف فوقفنا الانتي بايوتيكس، حصل ايفنت جديد نبدا انتي بايوتيكس مفيش مشكله خلاص، بس ما نكملش الانتي بايوتيكس يعني ابدا. اكزامينيشن جنرال نو جروس انوماليز ابارت فروم هاي ارشيت بلات بوزيشنال رايت تاليبس مش عارف بلا 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 اي حاجه موجوده بتكتب. سي ان اس البيبي از اكتف موفينج اول ليمز نوت اون سيديشن اكتيفيتي كويسه مش هايبو اكتف ولا حاجه كويس. هاد ابنورمال موفمنتس يسترداي
لودد باي فينوبارب 20 مللي بير كي جي. هاد ابنورمال موفمنتس يسترداي اللي هو الايفنت اللي احنا لسه قايلينه من شويه. هل كلمه يسترداي دي صح في النوت؟ لا غلط. ليه؟ لان طبعا خصوصا لو الكترونيك نوتس، لو نوتس على الكمبيوتر، احنا بناخدها كوبي بيست وبنعمل ايه؟ ايديت، بنعمل موديفيكيشن ليها. فممكن الكلمه دي تنها موجوده لمده شهر قدام، اللي هو كل هاد ابنورمال موفمنتس يسترداي، هاد ابنورمال موفمنتس، فنكتب بالديت زي ما احنا ايه كتبنا من في الصفحه اللي فاتت، يوم كذا كذا حصل كذا. فبلاش يسترداي وتومورو ومش عارف ايه والحاجات دي كلها، لا بلاش. لودد باي فينوبارب بالهيت الكونفرنس بتاعنا كذا، ستاتيك فور 2 دايز، والبيرث هيتس الكونفرنس كان 29.5، وده كويس، ما هوش لا مايكروسيفاليك ولا هاي ماكرو، ده كان في ما بين الاي 50 وال 75 سنتايل، وزاد بس نص سنتي في 5 ايام وده اكسبتد. الهيد الترا ساوند دان في الدي اوف لايف 5 واز نوت. سي بي اس هيمودايناميكال ستيبل، بلاد بريشر اكسبتد، اللاست بلاد بريشر كذا، نو انوتروبس، اس 1 اس 2 او ايكو دان كان فيه بس بي اف او، اليو بي سي انسرتد يوم كذا، وازن جود بوزيشن. اي سنترال لاين يتركب لازم ايه اكس ري خلاص، او لازم الترا ساوند، لازم كونفيرميشن للبوزيشن. طيب اليو بي سي ريموفد على اليوم الثالث، والبيك لاين انسرتد. البي اي سي سي ده اختصار ايه؟ البريفرالي انسرتد سنترال كاثيتر، اللي هو الايه البيك لاين، بنقول عليه البيك لاين، اللي هو بريفرالي انسيرت سنترال كاتب، بدل ما نركب سنترال لاين نركب البيك لاين. تمام، وبرضه ان شاء الله ممكن نبقى يعني نتكلم عنه بعدين. انسيرتد من الرايت سافينس، ده طبعا احسن، بيركب بقى من بريفرال لاين بس بيوصل سنترال، فطبعا الايه ريت اوف انفكشن بتاعه اقل بكتير من السنترال لاين، فده راكب من الرايت سافينس، وكان عملنا اكس راي كانت البوزيشن بتاعه بعد كده ريسبيراتوري البيبي ده ستيل على النيزل بابل سي باب، البيب بتاعنا كذا، والاف اي 2 كذا، ساتوريشن كذا، مايلد تاكيبنيك. تمام، الفير اير ايكوال باي لاترال، نو ريسنت بلاد جازز. مش ايه ده ازاي البيبي على ريسبيراتوري سبورت ما نعملش بلاد جاز؟ عادي، ايه المشكله؟ البيبي لو مش انفيسيفلي سبورتد يعني ممكن جدا نمشي كلينيكال، بس مش لازم كل شويه تعمل بلاد جاز. لما يبقى السبورت بس سيباب ولا نان انفيسيف بسيط ولا كذا ولا كذا، مش لازم كل ست ساعات نعمل بلاد جاز، حرام. تمام، زي ما قلنا ده بينفول بروسيدجرز، وده دم بنسحبه من العيل، الاهم سبب للانيميا في الايه في الان اي سي يو السامبلنج اياتروجينيك، احنا اللي بنعمله. هتستفيد من البلاد جازز البيبي مثلا على ميكانيكال فنتيليشن ولسه السيتنجز بتاعته مش متظبطه او عنده كولابس او مش عارف ايه، اعمل ماشي، بس مش عمال على بطال، مفيش حاجه اسمها روتين لابس الله يخليك. تيست اكس راي دان يوم 10 اللي هو يوم ما عملنا السيبتك سكرين، شود ريزيديوال ار دي اس والجود لانج فوليوم، والبوزيشن بتاع البيك لاين والاو جي تي كانوا كويس. الجي اي جي يقول بيبي على بروتوكول فيدنج وصل كذا كل 3 ساعات، والفول فيدنج بتاعنا كذا، اي بي ام فيا او جي تي، يبقى ادي الروت وادي الاماونت وادي الايه التايب، توليريتد التي اف اي بتاعنا كذا، تمام ماشي على ايه فيدنج وتي بي ان، الدكستروس في التي بي ان كام 10%، الجي اي ار بتاعنا كام كذا، البلاد شوجر كويس، الابدومين مايلد ديستندد سوفت ولاكس، والجيرث كذا، ستاتيك فور 3 دايز، يعني الابدومين كويسه، مايلد ديستندد ممكن سيباب افكت وارد، تمام بس طول ما هو بيباص ستور كويس وبتاع خلاص الحمد لله. الكرنت ويت كذا، اليورين اوتبوت كذا، البالانس بتاعنا كذا، الباول اوبنت تمام 3 تايمز يسترداي، يعني برضه ما شاء الله الباول فانكشن كويس مفيش مشكله، والاكس راي دان شود نورمال باول جاز ديستريبيوت. بعد كده الاي دي برضو يوم 10 زي ما قلنا عملنا ايه فول سيبتك علشان الابنورمال موفمنت، بدانا اي في فلويد النهارده اليوم الثاني خلاص، لسه ما فيش بلان هنكمل عليه قد ايه الله اعلم. سي ار بي بتاعنا كان 8 ملي جرام بالليتر، على حسب بقى اللاب بتاعكم ده كويس ولا وحش، بس ده طبعا كويس. سي اس اف كان ري اشورنج، البلاد كالشر ستيل بيندنج، اللابس اخر لابس ليو ان دي اي مثلا الصوديوم كان كذا وبعدين بقى كذا. لما يبقى في ابنورماليتي في اللاب اللي قبل كده بيتر اللي هي تتكتب عشان نعرف البروجريشن ماشي ازاي، يعني ده صوديوم 149 كان شويه ممكن ايه بيهايند ذا فلويد او حاجه خلاص، او بياخد انتيك عالي في التي بي ان ممكن اللي حسبها غلط او حاجه، فكان 149 نزل ل 140، يبقى احنا كده عارفين الايه الدنيا ماشيه ازاي. البيو اللي البوتاسيوم بتاعه كان 3.6 خلاص كويس، ما كانش فيه ايفنت قبل كده خلاص ما فيش ايفنت. البيو ان اللي هو اليوريا 6.7 الكريات 99 بعدين بقى 21، 99 ده احنا طبعا عندنا بنحسب الملي مول بير لتر، الملي جرام بير ديسي لتر هتقسم على 88 بالنسبه ليه بالنسبه للكريات. اوكي طيب، فده كان 99 يعني معدي ال 1.1.1 تقريبا ونزل ل 21، فبقى كويس دلوقتي نورمال يعني، واليورين اوتبوت قبل كده كان كويس. الكالسيوم 1.8 برضو بنحسبه بالملي مول بير لتر حولوه، والمغنيسيوم كذا والفوسفيت كذا، السي بي سي الهيموجلوبين بتاعنا كويس والبليتلت كويسه تمام، الصوديوم ما هوش واقع يعني اموره كويس، الميديكيشنز كذا 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 ماشي، الميديكيشنز اللي ماشي عليه. الامبريشن بتاعنا ايه البيبي ده ايه؟ الفيري بري تيرم البوست منسترال او كوركتد ايش كذا، فيري لو بيرث ويت، اي دي ام ار دي اس اون سيباب، كويري اب نورمال موفمنتس، رول اوت سيبسز على بروتوكول. يبقى كده الدنيا واضحه خلاص. البلان بتاعنا ايه؟ هنعمل له ايه بقى؟
بتقسم على كام الكريات؟ هي المعادلات ديت يعني ممكن ندور عليها، بس هو الكريات بيتقسم على 88 88. والبلاد شوجر احنا برضو بنعمله بالايه، بتاع ده بالملي مول، علشان برضو يتحول بنضرب في 18، تمام؟ يعني الجلوكوز هنا، سوري انا كاتبه ما قلتوش، اللي هو 3.5 مثلا هنا في السي اس اف، 3.5 ملي مول بالليتر هنضرب فيه 18 علشان يتحول بالملي جرام بير دي. اوكي، طيب البلان بتاعنا ايه؟ سيستم سي ان اس، اوبزيرف فور ابنورمال موفمنتس. هل اللي حصل ده ابنورمال موفمنتس ولا لا؟ الله يعلم. طيب احنا ادينا امبارح لودنج في نوبارب، هتكمل عليه ولا لا؟ اختلاف الاقوال بقى، اللي شايف اللي هي كونفولجنز يبقى نكمل، اللي مش شايف يبقى لا نصبر ونشوف، تمام؟ المهم نبدا في نوبار، كونكت الايه؟ الامبليتيود انتجريتد اي جي لو عندنا، علشان لو هي فعلا ترو سيجرز الكترونيكالي، الكتريكال سيجرز يعني، او ايه، او يعني الكترو كلينيكال، الاثنين ماشيين مع بعض. طيب يبقى خلاص، يبقى دلوقتي ايه؟ نبدا الايه؟ الانتي كونفولجنز واحنا عندنا ايفيدنس. كيب ذا بيبي على السي باب بكذا مش عارف ايه، keep the oxygen saturation FiO2 to be adjusted to keep the oxygen saturation 93-97%. الحته دي برضو مهمه، واحنا بنكتب ملاحظات التمريض سواء بالعربي او بالايه، بالانجلش على حسب اللي احنا بنتعامل معاهم، خلاص. بس اللي احنا نكتب ايه؟ ال FiO2 to be adjusted to keep the oxygen saturation، الرينج ايه؟ احنا عايزين رينج. طيب احنا عايزين رينج، مش عايزين رقم اللي هو اللور بارت بس. يعني ايه؟ تكتب لها مثلا انا عايز الاكسجين ساتوريشن اكتر من 93%، هتلاقيه مثلا تعدي بعد شويه تلاقيه 100% وهو محطوط على اف اي 40%. ايه يا مس، ليه ما نزلتيش مش عارف ايه؟ ما هو محقق التارجت اللي انا عايزاه، انت عايز مني إيه؟ صح؟ لا، التارجت 93 ل 97، يعني لو 98 ننزل الاف اي 2، ننزل بالسبورت خلاص. بلاد بريشر نفس النظام، بيبي مثلا بري تيرم ومحطوط على انوتروبس ومش عارف ايه وبتاع، واحنا عايزين كاتبين بس الايه الماب بتاعنا، احنا عايزين البلاد بريشر يبقى اعلى من او طيب 30 مثلا. البلاد بريشر عديت انت عليه بعد شويه لقيته 52، ده كويس وهو سبورتد؟ لا، يبقى نكتب دايما رينج، تمام؟ انا عايز رينج من 30 مثلا ل 40، لو اعلى من 40 انزل بالانوتروب، لو اقل من 30 ممكن ندي كذا على حسب بقى الايه، مش قصتنا برضو دلوقتي، خلاص. بلاد جازز بي ار ان اونلي زي ما قلنا، لابس ايه مش عمال على بطال. كونتينيو البروتوكول فيدنج اوبزيرف فور توليرانس، اي اف اي كان 140 ممكن نزوده 150 مفيش مشكله، علشان البي بي لوست ويت والصوديوم برضو كان على الهاير سايد شويه. اس فيدنج وتي بي ان كونتينيو الانتي بايوتكس فولو الكالتشر ريزلتس نو لابس تومور تاني. طيب يبقى دي البلان اللي بتتكتب سواء بالعربي ولا بالانجليزي مع التمريض، خلاص. وده منظر طبعا للميديكيشن شيت والفلوت شارت. هنا هتكتب الايه؟ دي التذكره المصريه، هتكتب هنا المحاليل خلاص، والتغذيه لو البيبي ماشي على تغذيه، الادويه سواء بتتكتب بالعربي ولا بالانجلش، بالجينيريك نيمز ولا التريد نيمز، يعني اعتقد في مصر لسه بتتكتب برضو بالاسامي التجاريه، يوناسين مثلا 750 مللي جرام يحل ما اعرفش في كام ويدي 2 مللي كل قد ايه والكلام ده كله. طيب اللي فاتح بس الكاميرات الله يكرمكم يقفل خلاص. او احنا هنا طبعا بنكتب، وده المفروض ان هو الاصح، يعني انت بتكتب بالجينيريك نيم، تمام؟ احنا مثلا بنكتب امبيسيلين مثلا، الدوز بتاعته مثلا 150 مللي جرام، الروت اي في، الفريكونسي كل 12 ساعه، تمام؟ والفاليديتي بتاعته، فاليديتي يعني كل دواء له فاليديتي، مش هنكتبه وننساه، وهما الفارماسي بقى ايه هتظبطه. ده الايه المفروض، وطبعا ده يعني الايرورز بتبقى المفروض اقل من اللي الدواء يتحضر في الحضانه وبتاع، والانفكشن برضه المفروض ان بتاع الريت بتاعه بيبقى له. طبعا كلينيكال فارماسي ما شاء الله عليكم بالظبط. البي ار ان اللي تحت ديت اللي هي الادويه اللي هي بيرنيدد بس، ما هيش يعني ريجولر ميديكيشن. والاي بي اوردر شيت هنا بتتكتب عندنا لوحدها، او هنا بتتكتب في التذكره، وات ايفر بقى. احنا زي ما قلنا عندنا معانا ناس من كل حته يعني. ده الفلوت شارت، وده برضه موجود في كل محضن في كل اي سي يو. تمسك الايه؟ تمسك الفلوت شارت تفهم الدنيا ماشيه ازاي، البيبي ده الدنيا بتاعته ماشيه ازاي. فمثلا هنا زي ما احنا شايفين كده الداتا بتاعت الايه، بتاعت اول ورقه في الفلوت شارت دوت، هنا الداتا بتاعت الجستيشنال ايج والدايجنوزز، والبيبي دخل امتى ومش عارف ايه، هنا الفيدنج بتاعه بياخد اي بي فلويد قد ايه، هنا الويت كارنت ويت ومش عارف لو عامل اي عمليات، اللي هنا الفلويد بالانس، هنا لو في اي لاينز راكباله، اي بلاستيكات راكباله، خلاص بتتكتب برده هنا لو خد فاكسينيشن، اتعمل له ريفيرالز في اي حته، اتعمل له ريفيرال لايه ومين، علشان نتابع معاه الانفستيجيشنز، الامبورتنت انفستيجيشنز هنا. وزي ما احنا شايفين تحت من اهميه الاوفثالمولوجي اكزام مكتوب لوحده، الار او بي، الار او بي ما ننساهوش ابدا خلاص. ولو البيبي فنتليتد او اكستيوبيتد امتى، محطوط على سباب، وهنا الريماركس اللي هي ملاحظات التمريض اللي بيسلموها لبعض، دي مهمه علشان ما تتنسيش، فبيكتبوها عندهم سبيشال ايه
اندورسمنت. بعد كده باختلاف طبعا الاشكال بقى، سواء يعني دي للتذاكر التذكره اللي عندنا، وفي مصر يعني اولموست ذا سيم. الفايتال ساينز الريسبيراتوري سبورت هو محطوط على ايه دلوقتي؟ مثلا ريت كذا، اف اي 2 كذا، ريسبيراتوري تايم كذا. طيب وتحت الايه النيورو الولد اكتيفيتي وايز وكذا، البيوبلز وكذا وكذا. وبرده تحت هنا النيرسنج حاجات تانية زي منها البلاد شوجر والانتيك والاوتبوت، دايما مهمه جدا زي ما قلنا الارقام مهمه جدا في اي اي سي يو. داخل له كام وخارج منه كام؟ داخل له اي في فلويد، داخل له فيدنج، داخل له خارج منه يورين، خارج منه بتاع ده ستول، خارج منه اسبريت من اي حته. خلاص ده البالانس بتاعنا، هو ده الفلويد بالانس اللي في الاخر. دي التذكره المصريه فيها برضو الايه الفلوت شيت والفايتلز ومعلومات الايه الفنتيليشن. المفروض ان انا لما امسك التذكره ديت افهم البيبي ده كان ماشي ازاي امبارح. وطبعا لو كانت مكتوبه ايه، لو كانت مكتوبه صح مش متالفه، انا مش متالفه في اخر الشيفت نقوم جايين معلمين على اي حاجه كده وخلاص. طيب خلصنا من الهيستوري ومن الاكزامينشن ومن النوت والقصه دي كلها، فاضل لنا الادميشن والديسشارج كرايتيريا. احنا طبعا ليه الاكسجين ساتوريشن ما ينفعش يزيد عن 97؟ ها والله لو 97 على روم اير، لو 100، لو 105 على روم اير براحته، بس ما يبقاش سبورتد وهو محطوط على والاف اي 2 بتاعه كام؟ 99% ولا 100%، وانا حاطه على اكسجين 40%. ليه؟ الاكسجين ده زي ما احنا قلنا از اثيرابي، له سايد افكتس عارفينها طبعا، تمام؟ اللنج توكسيسيتي والار او بي نفسها، خلاص؟ فعلشان كده ما ينفعش اللي احنا نحط ايه؟ اللي احنا نقول لا خليه فوق الكذا. التارجت ساتوريشن طبعا اللي هو ايام زمان كان التارجت ساتوريشن من 88 لغايه 92%، وكان الهدف من الحته ديت اللي احنا نقلل الايه؟ نقلل اللنج توكسيسيتي ونقلل الار او بي، احتمالات الار او بي، بس وجدوا ان الايه؟ ان المورتاليتي اعلى. علشان كده علوا شويه الايه التارجت ساتوريشن ليه تقريبا 92 ل 97 او 90 ل 95 زي ما الدكتوره هلا بتقول. ايه نخلي بالنا من ايه في البيبي؟ خلينا الاسئله اللي هي ما لهاش علاقه بالموضوع في الاخر. الله يكرمكم. الفول سيبتيك ده فول سيبتيك سكرين، اف اس اس اللي هو اختصار فول سيبتيك سكرين. فول سيبتيك يعني ايه؟ يعني مش بس بلاد كالشر وسي ار بي وسي بي سي، لا هنعمل بقى يورين كالشر وهنعمل ال بي، نعمل ال بي اللي هو ليت اونست سيبسيس، الايرلي اونست سيبسيس اول 3 ايام مش لازم اللي احنا نعمل فيه فول سيبتيك الا في حالات معينه. الليت اونست اللي هو بعد 3 ايام ده المفروض نعمل فيه فول سيبتيك سكرين، تمام؟ ال بي يعني الانسيدنس بتاع سي ان اس انفكشن او المنجايتس هنا بيبقى عالي. فالفول سيبتيك اللي هو داخل فيه ال بي وداخل فيه يورين كالشر وبلاد كالشر واي اكيوت فيز رياكتنس على حسب المكان اللي انتم ماشيين فيه، سي ار بي، بروكال، مش عارف ايه، انترلوكنز، على حسب المكان. طبعا مع البلاد كالشر. الادميشن كرايتيريا ايه بقى؟ الادميشن الكرايتيريا اللي احنا ندخل بيها بيبي في الحضانه او في الان اي سي. اول حاجه لو بري تيرم تحت 34 اسبوع او 35 اسبوع على حسب البروتوكول اللي موجود عندكم، بغض النظر يعني ريجاردلس بقى الريسبيراتوري ستاتس بتاعته، ريجاردلس الويت، ريجاردلس اي حاجه، تحت 34 اسبوع او 35 اسبوع على حسب المكان يبقى يدخل حضانه. لو البيرث ويت تحت كيلو 700 او كيلو 800 برضه على حسب البروتوكول عندكم، احنا عندنا تحت 35 اسبوع او تحت كيلو 800 ده بندخله ايه؟ بندخله حضانه. ايه تاني؟ بيرينيتال هايبوكسيا ريكوايرنج برولونجد ريسسيتيشن فور مور ذان 10 مينتس اند اور كورد بي اتش اقل من 7. يبقى كان فيه هايبوكسيا احتاج نعمل ريسس لمدة اكتر من 10 دقائق، الكورد بلاد جاز عملناها لقينا البي اتش بتاعته 6.9 ولا اي حاجه. مش بس الكورد بلاد جاز اللي وحشه، يعني مش البيبي نازل زي الفل والكورد بلاد جاز اتعمل لانها 6.95 ولا بتاع فندخله حضانه علشان كده، لا ماشي لوحدها كده ما هياش انديكيشن. لو البيبي نازل كويس الفالسز اللي موجوده في الكورد بلاد جاز كتيره قوي، طيب يبقى بيرينيتال هايبوكسيا ريكوايرنج برونجد ريسسيتيشن اكتر من 10 دقايق ده انديكيشن برضو ليه الادمشن. ايه تاني؟ ساينز اوف انسيفالوباثي، البيبي نازل مثلا ليذرجيك، الاكتيفيتي بتاعته تعبانه، مش عارف مفيش ساكنج، الريفلكسز بور ريفلكسز، يبقى ده برضو ايه مش هحط انا في الحض في النيرسري وهو بالمنظر ده. فيراتوري ديستريس وات ايفر ذا كوز ده انديكيشن طبعا للادمشن. ابنيا او ساينوتيك اتاكس، وده كتير قوي توديه النيرسري وبعدين يحصل حاجه زي كده فتنقله لايه الان اي سي يو. طيب جوندس needing intensive photo او exchange transfusion، تمام؟ جوندس needing intensive photo او exchange transfusion، يبقى ممكن جوندس بسيط عايز فوتو يعني سنجل ولا دبل ولا بتاع يتحط في النيرسري، عادي مفيش مشكله يتحط في النيرسري. واعتقد في مصر دلوقتي حتى اجهزه السفره دي ممكن بتتاجر بياخدوها في البيوت حتى، طيب على حسب الريسك فاكتورز وعلى حسب البتاع. فلو بس لو انتنسيف فوتو، لو في عندنا هيموليسيز، لو في عندنا هاي ريسك فاكتورز، لو الموضوع بادي من الاول، لا القصه دي مختلفه. او اكستشينج طبعا دي كارثه. Major congenital abnormalities likely to threaten immediate survival، زي ايه؟ زي مثلا bilateral coronal atresia مثلا، تمام؟ زي بتاع ده large myelomeningocele، خلاص؟ ها؟
البايلاتال كورونري تريزي ده يتنفس ازاي؟ ده محتاج عمليه، يبقى هيدخل الام اي سي يو فور اوبزرفيشن، وبعدين المانجمنت بري اوب وبوست اوب. عمليه يورولوجي زي ما قلنا مثلا اوبستراكتيف يوروباثي ولا بتاع، يبقى برضه لازم هيدخل في الام اي سي يو علشان اوبزرفيشن، برضه علشان البريباريشن ليه العمليه. خلاص سيجرز تمام. ممكن الانسفالوباثي يبقى فيها سيجرز، ممكن لا. السيجرز طبعا اتسيلف باي اتسيلف طبعا ده انديكيشن برضه للادميشن علشان ايه، نسيرش فور ذا كوز. inability to tolerate the enteral feeds with vomiting, abdominal distension, whatever, poor sucking, whatever, يبقى ده برضو indication ليه الادميشن للان اي سي يو. symptomatic hypoglycemia، symptomatic hypoglycemia، الهايبوغلايسيميا لما السكر بتاع البيبي يقع خلاص هيبقى تحت مثلا يعني 2.6 من عشرة اللي هو حوالي 40 مثلا مللي جرام بالديسيليتر، ده تمام سيمتوماتيك، هيبقى فيه سيمتومز خلاص منها طبعا برضه ليثارجي وسويتنج وبور فيدنج تمام، او هايبوجلايسيميا نوت ريسبوندنج تو تريتمنت، يعني مثلا ايه اي دي ام بتشوف له السكر في البتاع ده في النيرسري وبرضه لقينا السكر بتاعه واقع والبيبي كويس ما فيش عنده سيمتوم، السكر بتاعه واقع، فهل ده انديكيشن اللي هو يدخل الاي سي يو؟ اه انديكيشن اللي هو يدخل الاي سي يو. البري وبوست اوبراتيف كير اوف ميجور سيرجيكال بروسيدور كيس، خلاص يبقى ديت انديكيشنز اوف ادميشن تمام للايه للام اي سي. وقلنا ده هيدخل منين؟ البيبي هيدخل من حته من ثلاثه، مفيش رابع ليه، تمام؟ يا اما دليفري روم، يا اما نيرسري، يا اما من الاي ار، خلاص؟ دخل البيبي في الان اي سي يو، هنعمل له ايه؟ زي ما قلنا كلامنا جنرال سبيكنج، وبعد كده هيبقى فيه كلام على كل موضوع بالتفصيل ان شاء الله. اول حاجه مانج الاميديت لايف ثريتنينج بروبلم، نعمل استابيلايزيشن للبيبي، لو البيبي مثلا بتاع ده دي ساتنج او حاجه يبقى لازم نسكيور الاول الاير ويز بتاعته، تمام؟ لو محتاج انتيوبيشن نعمل له انتيوبيشن، نحطه على سيباب، مش عارف نعمل خلاص نمتين طبعا التمبريتشر، خلاص الحاجات الاول اللي هي الايه استابيلايزيشن للبيبي. واكشوالي المفروض ان الاستابيلايزيشن ده يبقى قبل النقل مش بعد النقل. طيب المفروض لو نقدر ان البيبي قبل ما يتنقل اصلا يبقى احنا عملنا له ستابيلايزيشن، خلاص الفايتالز بتاعته كلها ستيبل ما فيش فيها مشكله، ترانسفير ده نفسه مشكله، فاحنا نحاول قبل قبل الترانسفير نعمل ستابيلايزيشن. لو حصل حاجه في الترانسفير او ما عملناش ستابيلايزيشن لاي سبب قبل ما ننقله، يبقى اول ما يدخل الان اي سي يو لازم اول حاجه نعمل له ستابيلايزيشن. بعد كده هنعمل ايه؟ ناخد بقى الهيستوري، نعمل اكزامينيشن للبيبي زي ما قلنا، ونحط البلان بتاعتنا زي ما قلنا سي ان اس ريسبيراتوري كارديو فاسكولار جي اي اي دي لابس. خلاص البيبي ده مثلا سي ان اس سوري هنحتاج نعمل له مونيتورنج، نوصله بايه؟ بالايه؟ بالامبليتود انتجريتد اي جي مثلا لو محتاجين، تمام؟ يتعمل له مثلا هيد الترا ساوند ليتر وكذا وكذا. ريسبيراتوري لو هيبقى ميكانيكال فنتليشن يبقى هنحط السيتنجز بتاعته ايه؟ نشوف السيتنجز بتاعته، تمام؟ البلاد جازز اكس راي لو هنبدا كافيين مثلا لو جري تيرم او كذا، كارديو فاسكولار لو محتاج سنترال لاينز، تمام؟ نفكر فيها. والمونيتورز طبعا بعد كده الجي اي جي يو التي اف اي بتاعنا هيبقى كام؟ هيبدا فيدنج امتى؟ تمام؟ الريفلو اللي هو بلاد شوجر سوري مونيتورنج، الاي دي هنبدا له انتي بايوتكس ولا لا، نعمل له سيبتك سكرين ولا لا. هو ممكن بيبي هات تدخل حضانه ما نعملهاش سيبتك سكرين، تدخل ان اي سي يو ما تعملهاش سيبتك سكرين، اه ممكن لو البيبي اصلا لو المذر بوكد والبيبي فول تيرم وما فيش فيه مشاكل، خلاص ما كانش فيه رابشر ميمبرين وبس جاي مثلا بريسبيراتوري ديستريس بسيط وهو يعني فول تيرم وما فيش هيستوري لاي حاجه، ممكن ما نعملوش عادي يعني. بس طبعا معظم الناس هتعمل له بارشال سيت، بتبدا انتي بايوتكس يومين على اللابس المطلوبه لو هنعمل لابس، برضو ايه تبقى البلان محطوطه. بعد كده النيرسنج كير، النيرس بقى تاخد الفايتالز بتاعتها وتركب اللاينز وتوصل الالكترودز والمونيتورز والكلام ده كله. خلاص حاجه مهمه جدا برضو لازم نحطها في دماغنا، اللي احنا لازم بعد ما نعمل القصه ديت والبيبي دخل عندنا الحضانه لازم ننفورم البيرنتس برضو اباوت الكرنت كونديشن والبلان بتاعتنا هتبقى عامله ازاي. هنقعد مع الاهل نفهمهم والله القصه بتاعتنا، الولد ده دخلناه الحضانه ليه اصلا، تمام؟ البلان بتاعتنا بالنسبه له ايه؟ انتوا هتقدروا تشوفوه امتى؟ هتقدروا تزوروه امتى؟ والكونتاكت معانا هيبقى عامل ازاي؟ تمام؟ لو في مثلا رقم تواصل، لو في كذا، على حسب طبعا البوليسي بتاعت كل مكان. يبقى ده البيبي دخل سواء من هنا زي ما قلنا لاي سبب إن كان، هي ديت الايه الجنرال بلان بتاعتنا هتبقى ماشيه ازاي. طيب قعد زي ما قعد وبقى ستيبل الحمد لله واموره كويسه، عايزين نطلعه بقى، امتى نقول ان البيبي ده خلاص جاهز للخروج؟ امتى نقول ان البيبي ده كويس وزي الفل ويخرج؟ اول حاجه وانس ريدي، يعني ايه؟ اول ما يبقى كويس يطلع. خلاص البيبي مع امه احسن من مليون مره من في المستشفى، تمام؟ البيبي بره الان اي سي يو احسن،
يعني الام اي سي نفسها طبعا سورس اوف انفكشن، المستشفى نفسها الهوسبيتال اكوايرد انفكشنز عارفينها، وكمان دي اي سي يو كمان تمام. فوانس ريدي يطلع على طول خلاص، لازم يبقى فايتال ستيبل طبعا، ما ينفعش اطلع بيبي مثلا هو لسه بيحصل له مثلا فيدنج دي ساتنج مثلا، خلاص ما ينفعش، لازم يبقى فايتال ستيبل تمام، لازم حرارته تبقى مينتيند ستيبل تمبريتشر. لو عيل مثلا بري تيرم كان محطوط في الانكيوبيتور، ما ينفعش اخده من الانكيوبيتور على البيت، لازم ايه نطلعه من الانكيوبيتور نحطه في الروم اير ونشوف الاخبار بتاعته هتبقى ايه، التمبريتشر بتاعت الاوضه 24 هيمنتين ولا مش هيمنتين. جود اورال فيدنج، لازم الفيدنج بتاعه يبقى استابليشد والام متعلمه ازاي تدي فيدنج والامور كلها تبقى كويس. جيننج ويت، ما ينفعش انا اطلع بيبي مثلا بري تيرم بالذات وهو بقى له 3 ايام بيخس، بقى له 3 ايام كل يوم بينزل وزنه 20 جرام ولا 25 جرام، ممكن يبقى في مشكله خلاص، ممكن تبقى في مشكله عنده، ممكن يبقى في سيبسيس برضه، ممكن يبقى في جي اي بروبلمز مش واخدين بالنا منها، تقول بتاع ده ميلك الرجي، ما ينفعش، لازم يبقى جيننج ويت. واخر نقطه دي في منتهى الاهميه اللي هي الكير جيفر كونفيدنس، لازم الام تبقى خلاص شايفه اللي هي الامور كويسه بالنسبه لها واللي هي تقدر تاخد البيبي ده وتتعامل معاه، خصوصا برضه زي ما قلنا لو برايمي، برايمي مادرز دول الموضوع بالنسبه لهم بيبقى شويه اصعب، وخصوصا بعد التجربه دي ان البيبي دخل ان اي سي يو كمان تمام، يعني مش بيبي عادي لا، ده بيبي هي حاسه ان هو بيبي يعني في مشكله خلاص. فالكونفيدنس دي في منتهى الاهميه. عشان نخلص بس وبعدين نبص على الكومنتات، من الديستشارج كرايتيريا طبعا لازم البارنتال كومبتنسز، لازم يبقى الاهل زي ما قلنا يعني اتعلموا وشايفين ان هم بالنسبه لهم ما فيش مشكله في الادمنستريشن اوف ميديكيشنز وين ريكوايرد، محتاجين ميديكيشنز هيدوها ازاي، الدوزز بتاعتها ازاي والروت وكذا وكذا وكذا. البيبي كير، الحاجات العاديه بقى النابي تشينج والباثنج ومش عارف ايه والحاجات دي كلها، الفيدنج زي ما قلنا whatever the type of ده الروت اوف ذا فيدنج، زي ما احنا شايفين هنا مثلا البيبي ده بياخد الجاستروستومي تيوب، مركب جاستروستومي تيوب، يبقى لازم الام تبقى عارفه ازاي هتدي فيدنج بالجاستروستومي تيوب وازاي هتتعامل مع الجاستروستومي تيوب. البيبي ده كان عامل عمليه whatever بقى ده كوز نيك ولا غيره تمام، وعنده ستوما زي ما احنا شايفين كده طب البارد، فازاي الكير بتاع الاستوما دي هيكون، في باج هيتحط عليها ولا هتحط شاش ولا كذا، والسكين كير هيبقى عامل ازاي، الحاجات دي كلها لازم تبقى متعلماها. ريسبيراتوري كير، لو بيبي كرونيك لانج ديزيز وطالع على اكسجين وبتاع ده نيبولايزيشن وبلا بلا بلا، يبقى برضه لازم تبقى الام عارفه ازاي تتعامل مع الحاجات دي. وطبعا المفروض يعني في الحتت المحترمه يبقى فيه الهوم هيلث كير اللي هو ممكن ايه يعني دكاتره او تيم معين يتابع مع الاهل دول في البيت لو لا قدر الله حصلت اي مشكله، بس مهم جدا برضو الكوميونيكيشن سواء مع الهوم هيلث كير او مع اي حد تاني من التيم يعني احنا نفسنا يعني. وبرضو لازم نقول طبعا الام نفهم الاهل على الاميونايزيشن سواء اللي اتاخدت ولا اللي جايه. Give parents copy of the discharge summary، ده برضه في منتهى الاهميه، خصوصا لو احنا مش في بلاد مثلا الموضوع كله سيستماتايزد وكله كمبيوترايزد على السيستم بس بالناشونال اي دي، كل حاجه تبقى على السيستم، انا ادخل بس الاي دي بتاع البيبي او بتاع البيشنت فهتطلع لي كل الداتا بتاعته القديمه، احنا يعني لسه بعيد شويه عن القصه ديت. فيبقى معاه معاه الديسشارج شيت او الديسشارج سامري، البيبي ده قعد قد ايه وخد ايه وعمل ايه وايه الفيوتشر بلان، الحاجات اللي لسه محتاج يتابعها. الريد فلاجز فور سيكينج ميديكال ادفايس، في منتهى الاهميه اللي احنا نقول لهم المشاكل اللي تخليكم تيجوا الطوارئ، تيجوا الاي ار على طول، لازم حد يشوف البيبي ده، مش الموضوع ما هوش بسيط تمام. زي ايه؟ زي طبعا الفيبر، زي الفوميتنج مثلا، زي لو البيبي عنده مشاكل معينه يعني يبقى مشاكل متعلقه بالموضوع ده تحديدا خلاص، يعني الريد فلاجز ديت لازم تبقى واضحه وعلى حسب كل حاجه. طبعا البريست فيدنج اكيد احنا اتكلمنا معاهم قبلها قبل الخروج على البريست فيدنج، والكار سيت في حتت كتير اصلا مش هيطلع لما يجيب كار سيت تمام، يعني ممنوع اصلا الخروج الا بعد ما يجيب الكار سيت، ولو هننقله لوحده ثانيه لاي سبب يبقى لازم يبقوا عارفين احنا هننقله ليه. برضه نفس النظام لو في اي حاجه لسه هتتعمل بعد كده زي مثلا الاوديولوجي سكريننج، الاوديولوجي طبعا بيتعمل للاطفال كلها وفي مصر برضه اعتقد الموضوع ده بيحصل دلوقتي، فلو فيلد اوديولوجي وات ايفر ذا كوز يبقى برضه هيبقى في فولو اب، يبقى معاهم الايه الابوينتمنت بتاعه. الار او بي اكزامينشن لو لسه برضه محتاج ايه ار او بي اكزامينشن او فولو اب يعني يبقى برضه عارفين. الهيب اكزامينشن لو في كليك هيب كليك او حاجه او نازل ببريتش او بتاع يبقى برضه له هيب اكزامينشن موعد. الابوينتمنت طبعا مع زي مثلا بيديا مثلا كونسلتنت، لو اي حاجه زي ما قلنا كده اوفثالمولوجي اوديو اي ايمجنج لسه ليه، فيزيوثيرابي خصوصا لو بريتير مع فتره طويله، الهيب الترا ساوند او رينال الترا ساوند،
الدايتيشن، تمام، لو خصوصا في الاطفال الكرونيك بقى اللي هم عندهم مشاكل نيورولوجيكال او مشاكل في الفيدنج والفاكسينيشن. تمام، يبقى كده خلصنا الديسشارج والادميشن كرايتيريا واتكلمنا على الان اي سي يو انفايرمنت ان جنرال. دكتوره شيماء، طيب يا دكتور، لو بيبي على حساب دكتور النساء 32 كل حاجه فيه سليمه ومفيش اي مشاكل حتى الوزن كويس، كده برضو يحتاج حضانه عشان العمر؟ الاجابه يس. طيب، مجرد اللي هو تحت 34 او 35 اسبوع يدخل حضانه. ليه؟ لان هو تحت العمر دوت ممكن جدا يبقى عنده اصلا مشاكل ستيل هيدن شويه، خصوصا ايه في التمبريتشر انستابيليتي، تمام، في الفيدنج السكنج سوالوينج ريفلكس ممكن ما يبقاش ويل استابليشد، فمش هيقدر يرضع كويس، الجلوكوز هيميوستيزيس بتاعته ممكن ما تبقاش متظبطه، الجوندس ممكن يبقى عالي. خلاص، الحاجات دي كلها عشان كده لو تحت 34 اسبوع كده كده يدخل حضانه، وات ايفر ده ويت، وات ايفر ده ريسبيراتوري كونديشن. 2 دي اولد ان بي ايرلي فول تيم برودكت ما اعرفش ايه، ستارتد تو هاف جرانتنج كومبليكيتد ادميتد تو بي اي سي يو، ستارتد اون هاي فلو وذ امبروفمنت افتر 12 اورز اوكسجين سيت 96%. Sent now on air bear incubator, ماشي. And no signs of distress, saturation كذا, not received antibiotics, CBC normal, CRP negative, chest X-ray mild, left sided pneumothorax. Please how to manage and follow up this patient. البيبي ده full term. خلاص. البيبي ده full term. وكان جاله respiratory distress, whatever the cause. وتحط شوية على high flow nasal cannula. ماشي. و improving. الولد بيتحسن. بس عنده left sided pneumothorax. مايلد ليفت سايد نيوموثوركس، ده هنعمل له ايه؟ ولا حاجه، تمام، مش الواد بيتحسن، الحمد لله زي الفل. هنركب له مثلا شيست تيوب ولا بتاع؟ لا، مش هنركب له شيست تيوب، از لونج از هي از امبروفنج خلاص مانج كلينيكالي. البيبي بيتحسن على نيزل كانيولا دلوقتي، لو هاي فلو مثلا 4 لتر ولا بتاع، نزله لثلاثة، نزله لاثنين، وبعدين شيله خالص وشوف الدنيا بتاعته ماشيه. يبقى مش محتاجين الايه، مش محتاجين اللي احنا نعمله، لكن مثلا انتركوستال تيوب علشان بس شويه مايلد نيوموثوركس نوت افكتنج الجنرال كونديشن، لا خالص. طيب، ممكن شرح البوست مينسترال ايج تاني؟ طيب، احنا قلنا قصه البوست مينسترال ايج، او اسمه التاني الكوركتد ايج، العمر التصحيحي. بيبي مولود مثلا زي ما قلنا 30 اسبوع، ودلوقتي عنده 14 يوم، ال 14 يوم الرقم 14 ده اسمه ايه؟ كرونولوجيكال ايج، العمر الرقمي، تمام؟ والتاني اللي هو الجستيشنال ايج، ده العمر الرحمي. العمر اللي هو الكوركتد ايج، العمر التصحيحي، مجموع الاثنين اللي فاتوا دول على بعض، يبقى 30 بلس 14. 30 بلس 14 يوم، طبعا 14 يوم ده اللي هو 2 ويكس، يبقى 30 اسبوع بلس 2 ويكس، يبقى ده العمر التصحيحي بتاعه. الكوركتد ايج بتاعه كام؟ 32 ويكس. يبقى البيبي ده لسه 32 ويكس، لما يبقى مثلا عنده 49 يوم، يعني كام اسبوع؟ 7 اسابيع، وهو كان مولود كام؟ 30 اسبوع. يبقى الكوركتد ايج بتاعه كام؟ 37 اسبوع، مع انه عنده دلوقتي 49 يوم، يعني شهر داخل على الشهرين، بس عمره التصحيحي 37 اسبوع، يعني ستيل ايه؟ ايرلي تيرم، لسه بادي يدخل في القصه. طيب، دكتوره بشرى بتسال، لو في راتشر ميمبرين مور ذان 18 اورز، هل ده انديكيشن فور ادميشن؟ الانسر نو، تمام. لو البيبي جنرالي از فاين، تمام، اموره كويسه، ده مش انديكيشن لوحده كده، مش انديكيشن ان احنا نعمل ايه؟ ادميشن للبيبي ده في الان اي سي يو. خلاص، لو المذر دي كانت بوكت معانا، لو المذر دي خدت انتي بايوتكس ولا ما خدتش انتي بايوتكس، القصه دي بتفرق. طيب، البيبي المذر دي كانت كفرد بانتي بايوتكس وهي على ما حصل رابشر ميمبرين ولا لا، هل المذر دي بوكت معانا ولا ان بوكت؟ ما نعرفش عنها اي حاجه. خلاص، بس يعني اخرنا هنعمل ايه؟ هنعمل سيبتيك سكرين وندي انتي بايوتكس. خلاص، سواء كان في النيرسري لو البروتوكول بتاع المستشفى يسمح، او في ليفل 2 لو ما يسمح. ممكن حضرتك توضح الجي اي ار وتدينا مثال؟ زي ما قلنا، الجي اي ار اللي هو الجلوكوز انفيوجن ريت، تمام، ده بيساوي كونسنتريشن في ريت على 6 في البادي ويت، تمام، كونسنتريشن في ريت تقسيم 6 في البادي ويت. فزي ما قلنا مثلا لو هو ماشي على 10، كونسنتريشن بتاعنا 10% دكستروز، والريت بتاعنا خليها 6 عشان يبقى سهله، على 6 يبقى الباست دلوقتي كام؟ 10 في 6 ب 60، هنقسم على 6 في البادي ويت، تمام، 6 في البادي ويت. خلاص، ف 60 على 6 فيها كام؟ 10. البادي ويت بتاعنا مثلا لو هو وزنه مثلا 2 كيلو، يبقى الجي اي ار بتاعنا كام؟ 5 مللي جرام بير كي جي بير دي. المفروض يبقى كام؟ زي ما قلنا، من 4 ل 6 في البريت في الفول تيرم، ومن 6 ل 8 في البريت. على اي وزن ممكن اخرج الطفل من الحضانه؟ طيب، ده سؤال دكتور رجب. اطلع البيبي على وزن كام في الحضانه؟ هل احنا جبنا سيره الوزن في الديسشارج كرايتيريا؟ لا، ما جبناش، تمام. يبقى البيبي ممكن يطلع بوزن، يعني مش ما فيش وزن معين يخلينا نطلع البيبي من الحضانه، او نقول لا نستنى لغايه ما يوصل وزن كذا من الحضانه عشان يطلع.
برضو على حسب البروتوكول بتاعك في المكان اللي انت شغال فيه. خلاص، في اماكن بتحدد وزن معين علشان البيبي يطلع، بس احنا عندنا وانس البيبي از فيدنج ويل، خلاص الرضاعه بتاعته كويسه، مينتيننج ساتوريشن التمبريتشر بتاعته والفيتالز بتاعته كلها ستيبل، وجيننج ويت والمذر از كونفيدنس، يطلع هيطلع على وزن كام؟ اكيد يعني مش هيطلع اقل من مثلا كيلو 600، مثلا كيلو 700 في الحدود دي. في اماكن بتقول لك لا كيلو 800، في اماكن 2 كيلو، بس زي ما احنا قلنا as long as ان البيبي ستيبل it's better to be with the mother not inside the NICU. شفنا ياما، شفنا اطفال كانوا خلاص على وش خروجه وبعدين يحصل لهم deterioration وسيبسز ويدخلوا في قصص سيئه جدا. تمام، فطب على قد ما نقدر as long as ان البيبي از ستيبل كان بي مانجد with the mother، يبقى خلاص يطلع مع الام. دكتوره شيماء، لو طفل كويس وانا شاكه في حساب دكتور النساء ممكن يكون الطفل زايد اسبوع ولا اتنين، تمام، ايه اللي اخد بالي منه اثناء متابعه الطفل على اعتبار ان ما فيش مكان له في الحضانه مثلا؟ بالظبط، علشان كده احنا في عندنا اللي هو الايه، الجستيشنال ايج باي ديت وباي اكزامينيشن. تمام، الجستيشنال ايج باي ديت، بس لو باي شور ديت خلاص هو ده الاساس، او عاملين ايرلي الترا ساوند فالشور ديت. بس لو الام بتقول لك والله انا مش فاكره ده ممكن يبقى في اول الثامن كده يعني، تمام، وما كانتش متابعه قبل كده ولا عامله الترا ساوند الا من 7 سنين وبتاع، يبقى في الحاله ديت ايه نعمل؟ ايه الاستيميتد ايج بتاعنا باي اكزامينيشن، نعمل الاكزامينيشن بتاع البيبي ده، نأسس البيبي ده ممكن يدينا كام اسبوع، هل هو فعلا زي ما هي بتقول في اول الثامن يعني 32 اسبوع مثلا، ولا يدينا اكتر من كده؟ وزنه كام؟ الوزن ده ماشي مع ايه؟ ماشي مع وزن مع جستيشنال ايج 34 مثلا ولا مع 32؟ ففي حاجات طبعا ممكن ما نعتمدش فيها على الجستيشنال ايج باي انشور ديت، خلاص نعتمد باي اكزامينشن. ازاي هتكون مواعيد التطعيم مع كوريكت ايج 37؟ التطعيمات تمام، الحاجه تعتبر الحاجه الوحيده اللي تتاخد في مواعيدها الكرونولوجيكال مش الكوريكتد. الكرونولوجيكال مش الكوركت، يعني العيل اللي بيبي مولود 37 اسبوع لما يبقى عنده شهرين ياخد التطعيم، مفيش مشكله، عند 4 شهور ياخد التطعيم، خلاص يبقى ده كرونولوجيكالي. امال الناحيه الثانيه الكوركت ده بيفرق معانا في ايه؟ زي ما قلنا لو لسه في الحضانه يبقى هنديله فلويد قد ايه وهنتابعه ازاي والديفلوبمنت بتاعه المنتظر ايه، وبرده لما يطلع نفس النظام برده يبقى الام عارفه ان البيبي بتاعها ده متاخر مثلا العمر التصحيحي بتاعه متاخر شهرين عن عمره اصلا الطبيعي، ما تستناش منه عند 6 شهور مثلا يبدا يقعد كويس وبتاع، خلاص. فالتطعيمات مع الكرونولوجيكال ايج 37 اسبوع، بيبي ديليفر باي لو بتاع ده لور سيجمنت سيزيريان سيكشن، المذر دايابيتيك هايبر تنسيف، بيرث ويت 3.5، والبيبي نو ريسبيراتوري ديستريس تيكينج اورالي جود، اوكي ادميشن اور نو ادميشن ليه؟ ايه الانديكيشن اوف ادميشن في اللي حضرتك في اللي حضرتك كاتباه دكتوره هاجر؟ تمام، هو 37 اسبوع ده انديكيشن اوف ادميشن؟ لا. ديليفرد في سيزيريان سيكشن ده انديكيشن اوف ادميشن؟ لا. المذر عندها اللي عندها مش انديكيشن اوف ادميشن، تمام، وزنه 3.5 ما شاء الله زي الفل، بيرضع كويس وكل حاجه كويسه، يبقى ده ما يدخلش. هنتابع له طبعا سكره اساسا في البتاع ده في النيرسري، والاحسن احنا او عندنا احنا بنعمل روتين للاطفال الجي دي ام او الاي دي ام، بنعمل لهم ثانك يو بري تيرم ديسشارج اون بري تيرم فورمولا، يمشي عليها فتره قد ايه المفروض؟ دي برضو يعني قصه الايه الفيدنج والنيوتريشن ده برضو عليها محاضره كامله، بس ممكن البري تيرم بيبي ما يطلعش على بري تيرم فورمولا، يعني ممكن ما يطلعش على بري تيرم فورمولا، في حاجه اسمها البوست ديسشارج فورمولا البي دي اف، تمام، ممكن يطلع على البوست ديسشارج ايه فورمولا، برضه يمشي عليها فتره قد ايه برضه عليها خلاف، بس يعني ممكن لغايه مثلا 6 شهور او حاجه يمشي على البي دي اف. البريماتيور ابشر ممبرين امتى اقلق منها؟ امتى اقلق منها؟ لو برولونجد، لو الام عندها ساينز اوف كوريو امنيونايتس، تمام، لو الام دي ان بوكد جايه مثلا كانت جايه بفيفر، الامنيوتيك فلويد فيري سميلي، البيبي شكله وحش، تمام، نازل محتاج بتاع ده، محتاج ريسسيتيشن، او الامنيوتيك فلويد نفسه كان ايه؟ كان ميكونيا مستيند، طبعا في الحالات ديت ممكن حتى اعمل له من الاول خالص فول سيبتيك سكرين وادخل له الحضانه. لو طفل مولود الانتيريور فونتانيل صغير تيب اوف فينجر نعمل ايه؟ ولا حاجه، لو الهيد سيركمفرنس كويس مفيش حاجه تتعمل له، تمام، لو الهيد سيركمفرنس شويه صغير ممكن نعمل الترا ساوند، وممكن نبقى محتاجين برضو ايه بتاع ده اكس راي او سي تي لو عنده كرينيوس انستوزز او شاكين في كرينيوس انستوزز. جزاكم الله خيرا. الهيب الترا ساوند ات كوريكتد ايج قلنا 44 ل 46 اسبوع، يعني شهر شهر ونص بعد الكوريكتد ايج 40 اسبوع. البيبي مركب كانيولا يبقى لازم ياخد انتي بايوتيك؟ لا، ده اللي احنا كنا بنقوله خلاص، ده كونسبت طبعا كنا ماشيين عليه في مصر، بس الكلام ده مش مظبوط. طيب يعني مش لازم اللي هو مركب كانيولا ياخد انتي بايوتيك، والا تبقى الكانيولا ديت فيها انفكشن اصلا، احنا يبقى سايبينها ليه؟ خلاص، او برضه نفس النظام سنترال لاين، عشان كده احنا السنترال لاين ده كل يوم لازم بيتشاف مكانه، هل في اي ساينز اوف انفكشنز ولا كذا؟ طيب فمش لازم، لا، ولو مش محتاج الكانيولا دي شيلها.
مش لازم عشان هو في الام اي سي يبقى مركب لاين، مفيش حاجه كده يعني. طيب شكرا جزيلا ليكم وبالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله. لا 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 لا